على الاشياء اللي المكونات ديال هذا لو بيزنس بلان، راه فيه التعريف بالمشروع، فيه الناس اللي كاينين معاك في المشروع، فيه لي مويان الموارد اللي غادي انت تبدا وخاصك ومحتاجها باش تبدا هذاك المشروع، سواء ربحي او لا غير ربحي. كذلك فيه لا استراتيجي ديالك، كيفاش انت ماشي تعمل الاشهار، هذاك الشيء اللي انت كتبيع او لا الخدمات اللي كتقدم، كيفاش انت غادي تنتجها وتبدا تكوميرسياليزيها او لا تقدر كاع ما تكون كوميرسياليزي. غير هو لو بيزنس بلان اللي خاصنا نعرفوه هو انه يقدر يتماشى مع اي حاجه، وغادي نتكلموا عليه ان شاء الله في الفقره الثانيه، وغادي نعرفوا المكونات ديالو وبلي يقدر يتطبق على واحد المجموعه من الاشياء. كاين شي سؤال اخر عندكم الاخوان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لعداد لهاد البادره هذه الطيبه، كنشكركم بزاف. الله يبارك فيك. السؤال اللي بنتي فقط السؤال ديال يعني شنو الحوايج اللي باقي باش انا ما كنسمعكش السنور، ما كنسمعش السنور ديال الله يخليك. مزيان دابا مزيان دابا مزيان. بالنسبه ذكرتي واحد المساله ديال شنو هما الحوايج اللي تقدر مثلا ديرهم باش ما تخسرش الكليان، شنو هما الحوايج اللي دير باش انها تحافظ على ذاك الكليان الى اخره. قلتيها ولكن ما عرفتش الامثله باش شي علاش سولي فقط، ولكن مثل الفقره الثانيه من اللايف او لا طرقت لها سابقا. دابا شوف في هذه القضيه ديال لي غولاسيون كليون غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في الفقره الثانيه، متفقين؟ حيت فيها واحد الجزء كامل في البيزنس بلان اللي كيهضر على لا غولاسيون افيك لو كليون او العلاقه مع الزبون، يعني في الفقره الثانيه غادي نتفصلوا فيها وغادي نتكلموا عليها اكثر. هذا الشيء باش فقط عطيتها هنايا بشكل بنقط اساسيه باش نعاودوا نشرحوها ان شاء الله في البيزنس بلان. شكرا بزاف. كاين شي تدخل وقيله من عند عبد الرحمن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا استاذ على هاد لا ريونيون. بغيت عافاك نسولك بوغ افوار واحد لو بيزنس بلان يكون فريمون افيكاس، زعما يكون يقدر يكونفانكو لا بانك زعما باش يعطيونا ان كريدي باش نبداو زعما لو بروجي ديالنا. اي بوين فور اللي غيكون عندنا في لو بيزنس بلان باش نقدروا يقبلوا علينا البنك زعما باش نقدروا نبداو لو بروجي ديالنا. Très bien. Comme c'est mentionné, la partie ثانية من la formation هي اللي غنتكلموا فيها على le business plan وعلى اشنا هما الاشياء اللي كيعاونونا في تكوين هذا le business plan. دابا le volet ديال les questions اللي نحبهم يتطرحوا هما على le business model canva، هذا le tableau اللي تكلمنا فيه دابا، هذا le model d'affaires. عاد من بعد ان شاء الله le business plan راه اون فوا نكملوا نشوفوا الاخوه اللي عندهم تساؤلات غندوزوا لتو سكي business plan. دابا نبقاو في business model canva حيث هو واحد من الحويجات اللي غير نهضروا عليهم في البيزنس بلان او من الاشياء اللي غيعاونونا في تكوين لو بيزنس بلان. كان شي واحد في الاخوان عنده شي تساؤل؟ سي عبد الرحيم على ما اظن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مشكورين اساتذه الاجلاء على هذه المبادره الطيبه. الله سؤالي هو كيفاش اننا نديروا اسقاط على هذا لو بيزنيس بلان على سميتو على لو كوتي جورناليست في المجال ديال الصحافه مثلا. في مجال الصحافه غنتكلموا على لو بيزنيس موديل. فاش كنقولوا المجال ديال الصحافه يعني غير خصنا نأسسوا واحد المقاوله اللي كتشتغل في كل ما يتعلق بالصحافه. هذا المجال الصحفي فهو راه بحال المجالات الاخرين، كيخصنا نعرفوا شكون هما الكليان ديالنا اللي غادي يكونوا مهتمين بالاخبار اللي كنعرضوا، اشنو حنايا كنقدموا خصوصا مع هاد الجرائد الالكترونيه دابا راه ولات كثيره، اشنو الجديد عندنا حنايا، كيفاش غنعملوا الاشهار ديالنا باش يعرفونا الناس باللي حنا كاينين، كيفاش غادي نحافظوا على دوك الكليان مثلا نبداو نديروا لهم واحد نيوزليتر نصيفطوا لهم دي ايميل اشاك فوا نقولوا لهم راه حنا خبر جديد او لا ميساجات فواتساب او لا دي اس ام اس. كذلك نعرفوا شنو هما الانشطه اللي غادي نقدموا،
الموارد اللي خاصيننا باش نبداو حنا داك النشاط الصحفي ديالنا، الشركاء اللي غادي يعاونونا، بشحال غيطيح علينا هذا الشيء كامل، وحنايا كي غادي نديرو حتى نربحو الفلوس. دونك المجال الصحفي صراحه لا يختلف على المجالات الاخرى نهائيا، يعني نفس هذاك الشيء اللي تكلمنا عليه دابا والخطوات اللي عطينا في لو بيزنس موديل كانفا، فهم كيقدروا ينطبقوا على المجال الصحفي الذي لا يختلف عليهم بمره. شكرا وسام. مرحبا استاذ صمد. عليكم السلام ورحمه الله. لو كان ممكن استاذ مهدي بغيت نسولك واحد السؤال. مرحبا. دابا لي فورنيسور واخا ما نكونوش حنايا بادين في البروجي، نقدر يعني باش يكمل عندنا داك البيزنس بلان، خاص ضروري من الفورنيسور نكون شفناهم قبل وهضرنا معاهم و تماما كيف ما قلت لو بيزنس بلان هو واحد لو بلان اللي كيعاونك باش تعرف المشروع ديالك اكثر وتعرف راسك انت فين غادي بهذا المشروع. يعني باش توجد هذاك لو بيزنس بلان كيخص يكون عندك اولا تعمل واحد دراسه شامله للمشروع وتكون عندك درايه بالنقط الرئيسيه والمهمه في المشروع ديالك. لي فورنيسور كيتعتبروا وحدين من الاشياء الاساسيه لنجاح هذا المشروع، يعني كيخصك تكون كونتاكتيتيهم، عرف شي السلعه اللي كاينه عندهم، بشحال غادي يقدروا يبيعوها لك، وشحال غادي يخصك انت فيها في الانتاج ديالك. يعني لي فورنيسور واحد الحاجه اساسيه اللي كيخصنا كونتاكتيوهم قبل ما ندخلوا للعمليه ديال لو بيزنس بلان. شكرا استاذ مهدي. مرحبا. تساؤل اخر قبل ما ندوزوا للفقره الثانيه الله يخليكم. صح، يعني كنظن باللي كل شيء واضح فيما يخص لو بيزنس موديل كانفا. فاطمة الزهراء الدارين رفعت يدها بغات تقول شي حاجه ولا؟ السلام عليكم خويا ماجي. عليكم السلام ورحمه الله. عافاك بغيت نسولك على لي غولاسيون كليون، شنو هما ديال اسمح لي ما سمعتش لا بارتي الاخرى في السؤال. لي تيب غولاسيون دو كليون، لي تيب ديال لا غولاسيون كليون. كيف ما قلت غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله في لو بيزنس بلان. هاد لا بارتي ديال لي غولاسيون كليون عندها واحد الحيز في لو بيزنس بلان. شكرا. مرحبا. سامح، باقي شي تساؤل عندكم الاخوان؟ الله يطول عمركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سي جمال سي مهدي، شكرا لكم على هذا السيمينار، صراحه استفدنا منه بزاف. مرحبا سي عبد الله. الله يحفظك ليا سي مهدي، بارك الله فيك. نقول لك واحد السؤال اذا ممكن. مرحبا. بارك الله فيك. بالنسبه لهذا البيزنس بلان، واش هو من لي بابيي هما اوبليغاتوار، يعني خاصها ديرهم لونتربريز ولا غير لو شوا ديالهم؟ شوف، هو سي تان شوا، بغينا ولا كرهنا سي تان شوا، انت واللي بغيتي، ولكن سي تان شوا كي تري امبورطون. راه الا ما كانش عندكم ان بيزنس بلان راه صعيب الصراحه باش تعرف نتايا الطريق اللي غادي فيها. نعطيك واحد المثال بيا انا شخصيا، قبل ما نبدا لو بروجي ديال Elite Gardens Corporation كنت بديت واحد لابليكاسيون موبيل اللي سميتها فود اونلاين. فود اونلاين هي واحد لابليكاسيون اللي كتريزيرفي بها الماكله ديالك اونلاين. هاد لابليكاسيون كانت غير ليدي اللي عندي في بالي. هي مشيت دبرت لقيت دي انفستيسور قادين لابليكاسيون، ولكن واخا رغم هادشي كامل ما كانش عندنا واحد التصور شامل، ما كانش عندنا واحد النظره شامله على المشروع. متفقين حيت لو بيزنس بلان راه كيتقسم لجوج ديال الفقرات، فقره كتابيه اللي كنحطوا فيها توسكي استراتيجي، وفقره ديال الارقام اللي فيها توسكي ايتود فينانسيير. هاد جوج ديال الفقرات كيخصنا حنا نكونوا متمكنين منهم. فاش كنت انا عملت داك البروجي ما كنتش حاط هاد الدراسات قدامي، ما كنتش عارف راسي فين غادي. اي خاصنا الفلوس، اش غنديروا بهم، اش غنديروا بهم، ها كيفاش غنديروا الاشهار، راه الا لقينا الكليان مزيان هذا، ولكن ما عارفينش التفاصيل. لو بيزنس بلان كيعاونك باش انك تشوف التفاصيل، كتولي تشوف ما بين السطور. يعني هو واحد لو شوا، ولكن سي تان شوا تري تري امبورطون، وهذه انا كان الصراحه كنورك عليها، كنورك على هذه القضيه ديال البيزنس بلان، واحد الدوكيومون مهم واساسي لانجاح واحد المشروع.
كاين شي تساؤل اخر من طرف الاخوان؟ شكرا شكرا سيدي. شي تساؤل اخر من طرف الاخوان؟ واحد تساؤل استاذ. مرحبا. واش هاد لو موديل كانفا كي واش كي سا ديفير على لو موديل كلاسيك اللي فيه ليكزيكتيف سامري وداكشي، ولا واش كيعتبر بلو افيكاس على لي زوتر موديل؟ دونك تكلمتي على الاكزيكتيف سامري. شوف الاكزيكتيف سامري هو واحد الفقره من لو بيزنس بلان، ياك هذاك الاكزيكتيف سامري والبيزنس موديل كانفا راه ما عندهم حتى شي علاقه مع بعضياتهم، متفقين؟ الاكزيكتيف سامري هو اللي كتحط فيه واحد ليدي جلوبال على البروجي و لو مارشي سيبل ديالك اون بريف، و لو بيزنس موديل كانفا سي تان موديل ايكونوميك اللي كتكلم فيه على تسعود ديال لي ترونش من لو بروجي ديالك. لو بيزنس موديل كانفا هاد لو موديل هذا اللي وريت لكم راه ذكرتها في البدايه ديال السيمينار، راه هو واحد من الاشياء ومن المكونات ديال لو بيزنس بلان. هاد لو بيزنس موديل هاد الطابلو اللي كتشوفوا فيه راه من الاشياء اللي كتكون لينا لو بيزنس بلان، وفضلت انني نتكلم عليه في البدايه حيت غيفتح لينا عينينا على بزاف د الحويجات اللي غادي يجي الذكر ديالهم لاحقا في لو بيزنس بلان. صافاش دونك نكتفيو بهذا القدر ديال لا كاستيون في تو سكي بيزنس موديل اي اون باس او بيزنس بلان. لو بيزنس بلان فاش كنسمعوا هذه الكلمه ديال لو بيزنس بلان صراحه بزاف ديال الافكار كتحو لينا في بالنا. لو بيزنس بلان اللي كيخصنا نعرفو سي تان دوكيومون استراتيجيك، واحد الوثيقه استراتيجيه اللي كتقسم لجوج ديال الاطراف. الفئه الاولى ديالها او الجزء الاول ديال لو بيزنس بلان كيكون فقره كتابيه اللي كنتكلموا فيها على المشروع ديالنا، لو مارشي سيب، الاشهار ولا غولاسيون مع لو كليون، والوسائل او الموارد الاساسيه لبدايه هذا المشروع. الفقره الثانيه في المشروع ديال في لو بيزنس بلان كان هذاك الشيء اللي قلنا وذكرنا كنترجموه للارقام باش تولي عندنا واحد الخطه واضحه. كنتكلموا على رقم المعاملات اللي غادي ندخلوا في 3 سنين، المواد الاوليه اولا لي زاشا المشتريات ديالنا في 3 سنين، الموارد الاساسيه للبدايه ديال المشروع مثلا لي مويان فينانسيير لي سالير هذا كنتكلموا عليهم حتى هما شحال غادي يخصنا باش نبداو، وكان كيكون عندنا في الاخير واحد لو بلان دو فينانسمون اللي كنعرفوا شحال الفلوس خاصنا وهاد الفلوس فين غيمشيو، وختامه هو ميسك بلو سي بي سي اولا اللي كان كيعاوننا باش اننا نعرفوا ليطا ديال لونتربريز انويلمون كونت ديال الشارج لو كونت ديال لي برودوي اي شارج. بزاف ديال الاسئله دوران هاد لا بارتي اللي حطينا لي كاستيون هو كيفاش نقادو ان بيزنس بلان افيكاس، شنو هما لي زيليمون كونستيتوتيف ديال لو بيزنس بلان، يعني غادي نتعرفوا عليهم. اول حاجه كنبداو بها في لو بيزنس بلان هي الاكزيكوتيف سوموري. مور فاش كنقادو كنتبعوا لا بريزونطاسيون دو ليكيب، كنعرفوا بالفريق ديال العمل ديالنا. مور فاش كنعرفوا بالفريق كنتكلموا على تقديم ديال المشروع، تعريف بالمشروع، يعني المشروع ككل اشنو هي ليدي ديالو وكيفاش ماشي نعملوه. من بعد عندنا ليتود جوريديك اولا الدراسه القانونيه، كذلك كنهضروا على الاستراتيجي ديال لونتربريز، استراتيجيات اللي غادي تخدم بهم هاد لونتربريز. كيف ما كتشوفوا وكيف ما سبق ليا وذكرت لو بيزنس موديل كانفا، البيزنس موديل كانفا هذاك لو طابلو اللي تكلمنا عليه، فمن الاشياء الاساسيه اللي كيعاوننا باش نكونوا البيزنس بلان. لي مويان دو ديبار اولا الموارد الاساسيه لانطلاق المشروع، لي زيليمون فينانسيي، لي فاكتور دو ريسك الاخطار اللي كاينين عندنا، ولي زانيكس اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله. لي زانيكس يعني المرافقات داخل المشروع. اول نقطه غنتكلم عليها هي الاكزيكوتيف سوموري. اشنو هو الاكزيكوتيف سوموري؟ الاكزيكوتيف سوموري هو واحد الجزء في لو بيزنس بلان اللي كيكونوا فيه تقريبا من صفحه حتى لجوج. الاخوان الله يجازيكم بخير، لو كونترول ديال لي سلايد عافاكم لا باقي شي تقاس الله يطول لي عمركم. كيف ما سبق لي ودرت وذكرت الاكزيكوتيف سوموري هو واحد الفقره من لو بيزنس بلان اللي كيكونوا فيها من صفحه حتى لجوج صفحات، كنهضروا فيها واحد التعريف بسيط ديال المشروع، كنعرف بها راسي كحامل مشروع، سميتي، كنيتي، فين تزاديت، اشنا هما لي ديبلوم اللي عندي والتجربه اللي فايت ليا درت. كذلك كنهضروا على الكليان ديالنا
ووسائل الإشهار وشحال خاصين ندل الفليسات باش نبدأ هذا المشروع. هذا الإكزيكتيف سوموري عنده واحد الأهمية كبيرة. علاش؟ حيت واحد المستثمر فاش كيبغي يدخل معاك لهذا المشروع هذا أو فاش كتدي الدوكيمون ديالك للبنكة، أول حاجة كيطلع عليها هي الإكزيكتيف سوموري اللي هو ملخص كتلخص فيه داك لو بيزنس بلان كامل. إلا كان داك الإكزيكتيف سوموري ديالك متقون وعارف أشنو كاتب فيه، هاد الشي كيزعم لي أنا كمستثمر أو لا كواحد في البنكة أنني نكمل القراية ديال لو بيزنس بلان ديالك. اما الا كان داكشي كنشوف بلي داكشي داخل خارج في شي حاجه من الشرق وشي حاجه من الغرب، فما كاينلاش نضيع الوقت ونقرا واحد 16 اولا 18 صفحه اللي كاينه في داك لو بيزنس بلان. مورا فاش كنحطوا الاكزيكوتيف سوميري وكنتكلموا عليه مزيان، كندوزو لا بريزونطاسيون ديال ليكيب، تعريف بفريق العمل. كل مشروع ناجح الا وكاين وراه واحد الفريق العمل، فريق عمل كيضحي بالغالي والنفيس لإنجاح هذا المشروع. هذا الفريق العمل كيكون فيه لو بورتور دو بروجي، حامل المشروع، وكيكونوا فيه أعضاء آخرين اللي كيكونوا معاه في الفريق. غنتكلموا على التعريف بحامل المشروع. يقدر يكون عندنا حامل مشروع واحد أو يقدروا يكونوا واحد المجموعة من الناس اللي حطوا الفكرة. لو بورتور دو بروجي أشنو كيخصو يدير في التعريف ديالو؟ أول حاجة كيحط سميتو وكنيتو وفين تزاد وامتى تزاد، كيحط التكوينات اللي فايت ليه دوز ولي زاتيستاسيون اللي عنده ولي ديبلوم اللي فايت ليه واخد، ومن الاحسن يكونوا في المجالات المرتبطه بالمشروع ديالو. كذلك كيهضر على المهارات الفرديه اللي عنده، مثلا واش هذا السيد هذا كيتقن الكوميرس او لا في الفينانس او لا جوريديك او لا الماناجمنت اكسيتيرا. كنهضروا على المهارات، كذلك كنهضروا على التجربه المهنيه. انا فاش فيت لي خدمت في شي حاجه او لا فيت لي درت شي مشروع قبل او لا شنو، كنتكلموا اون جينيرال على ليكسبيريونس بروفيسيونيل. وفي الاخير كنهضروا على لي فالور بورتي لو بروجي، كيفاش لي فالور بورتي انا كحامل مشروع اشنو غادي ندير في المشروع ديالي، اشنو غادي يكون الدور ديالي. مثلا لا جيستيون، واش غنكون شاد واحد الحاجه محدده والباقي غيكون مفرق على الفريق العمل، اشنو هما لي فالور اللي غادي ندير اللي غادي نزيد للمشروع ديالي. فيما يخص ليكسبيريونس بروفيسيونيل، بزاف ديال الناس صراحه كيطرحوا عليا داك السؤال ديال انا باقي كنقرا ما عنديش اكسبيريونس بروفيسيونيل. فهذا واحد الحاجه الصراحه اللي صعيبه بزاف. علاش؟ حيت تربى عندنا داك الفكر ديال فاش نكون كنقرا خاصني نفوكسي ونفوكاليزي على القرايه بوحدها. مي سي توتالمون فو. فاش تكون كتقرا هذاك سي لو طون كونفينابل باش انك تزيد في ليكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك، تحضر للتكوينات، تحضر للسيمينار، تمشي لزيفينمون، تقلب على دي ستاج. هادشي سي دو ليكسبيريونس بروفيسيونيل. وصراحه كنهنئ الناس اللي حضروا معنا اليوم لهذا لو سيمينار. هادشي كيبين بلي عندهم واحد الرغبه جامحه باش انهم يديفلوبيو لو بروجي ديالهم وباش انهم يعملوا واحد ليكسبيريونس بروفيسيونيل ويبداو يبنيو لا كارير بروفيسيونيل ديالهم من دابا. مور فاش كنحددوا وكنعملوا لا بريزونطاسيون ديال لو بورتور ديال لو بروجي، كندوزو ديريكتومون لا بريزونطاسيون ديال لي مومبر دو ليكيب، الاعضاء ديال فريق العمل. كل واحد كنحطوا ليه واحد البريزونطاسيون بحال الشكل ديال واحد السي في مصغر، السميه والكنيه وامتى تزاد وفين تزاد، لي فورماسيون ولي ديبلوم اللي عندهم، لي كومبيتونس اشنو هما المهارات اللي عندهم، التجربه المهنيه واشنو غيزيدونا في المشروع. وكنزيدوا واحد الفقره اخرى اللي هي واش داخلين بالفلوس او لا داخلين بالخدمه اللي كيعرفوا يديروا. الا كانوا داخلين بالفلوس، كل واحد حط واحد الطريه في الفلوس، كنكتبوا شحال ديال الفلوس داخل بهم داك السيد. اون فوا كنحطوا هذا الشيء هذا، كيكون عرفنا بحامل المشروع وبفريق العمل. واحد النقطه اساسيه الله يجازيكم بخير اللي كيخصكم تعملوها وتاخذوها بعين الاعتبار، فريق العمل كيخصو يكون مكون من دي بروفيل او لا من الناس اللي عندهم مهارات عندها صله بالمشروع. مثلا شي واحد كيقاد صبابط، كيخص يكون معاه شي واحد كيعرف يديزايني او لا يرسم لي موديل ديال الصبابط، كيخص يكونوا معاه ناس كيعرفوا يصوبوا هذوك الصبابط، ناس ديال الفينانس، ناس ديال الجوريديك. يعني حاولوا او ماكسيموم تدخلوا معكم ناس اللي المهارات ديالهم او لا ليكسبيريونس ديالهم عندها علاقه في داك المشروع، باش يكون عندكم فريق عمل قوي. لان فريق العمل هو اللبنة الأساسية ومن الأشياء المهمة لإنجاح أي مشروع.
بوحدك غادي تمشي بالزربه. الا كنتي بوحدك في البروجي كن على يقين باللي غتمشي بالزربه، ولكن الا كنتو فريق عمل متكامل فكون متاكد باللي غادي تمشيو بعيد في المشروع ديالكم. مور فاش كنحددوا وكنعملوا لا بريزونطاسيون ديال ليكيب اون جينيرال، كندوزو لا بريزونطاسيون ديال لو بروجي. فلا بريزونطاسيون ديال لو بروجي على اشنو كنتكلموا؟ كنحطوا الفكره العامه، ليدي جلوبال ديال الفكره ديال المشروع، فكره عامه ديال المشروع كنهضروا عليها اون جينيرال فواحد العدد ديال الاسطر. كذلك كنديروا واحد لا ديسكريبسيون اون ديتاي ديال المنتجات اولا الخدمات اللي كنبيعوا. كنهضروا على المنتجات ديالنا، كندير لهم لا ديسكريبسيون. فهاد لا ديسكريبسيون اشنو كيخصنا، اشنو هما النقط اللي كيخصنا ناخذو بعين الاعتبار؟ لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي اولا لو سيرفيس كنهضروا عليها، كنحطوا لي كاركتيرستيك تكنيك ديالها، شنو هما المميزات التقنيه ديالها، الثمن ديال البيع شحال غادي نبيعوها، وشحال المده ديال الحياه ديالها. مثلا انا كنبيع لك واحد التليفون كنقول لك المده ديال الحياه ديالو راه 5 سنين وغادي يوليو يبانوا فيه، يولي يخسر ولا يولي ما باقيش يقبض الشارج اكسيتيرا. كذلك في الديتاي ديال البرودوي ديال لي برودوي اولا لي سيرفيس كنتكلموا على بشحال كيتقام علينا داك البرودوي، بشحال كغنبيعوه وبشحال غيطيح علينا. من بعد كنهضروا على البروسيسوس دو برودكسيون. ما معنى البروسيسوس دو برودكسيون؟ يعني في التصنيع ديال هذا المشروع ديال هذا المنتج او الخدمه باش حنا نقوموا بالتصنيع ديالها، غادي نهضروا ونقولوا واش حنا كشركه حنا اللي غنوليو نصنعوا اولا غادي نوليو نديروا لا سوتريتونس. كيفاش لا سوتريتونس؟ يعني غادي نهزوا واحد الطرف ديال الانتاج وغادي نعطيوه لواحد الشركه اخرى. مثلا بوينغ، شركه بوينغ ديال الطيارات راه الموتور كتقدو هي، وكاين بعض الشركات اخرين اللي كيصاوبوا ليها لي كادر، كاين شركات اللي كيصاوبوا لها الروايد، كاين شركات اللي كيصاوبوا لها دوك الكراسة الى غير ذلك. كاين مثال عاوتاني في لا سوتريتونس ديال رونج روفر. رونج روفر الخدمه اللي كدير فقط تجميع، رونج روفر غير كتجمع الطوموبيل، عطيه لبعض الشركات كيصاوبوا ليها لي كادر ديال الطوموبيلات، بعض الشركات كيصاوبوا ليها الروايد الموتور الى غير ذلك، وهي فقط كتجيب داكشي وكتعمل له التجميع داخل لي ستاسيون ديالها. ففي لو بروسيسوس دو برودكسيون كيخصنا نتكلموا واش حنا غادي نعملوا التصنيع 100% حنايا اولا غادي نعطيو لي سوتريتون اللي غادي يقوموا بواحد الجزء من التصنيع ديال هذا المنتج اولا لو سيرفيس. كذلك كنتحدثوا على فين غادي نزاولوا هذا النشاط، لا لوكاليزاسيون ديال لونتربريز. مثلا واش غادي نكون واش عندنا ان لوكال ولا غادي نكريوه؟ الا كان عندنا داك لو لوكال ها فين كاين، الا كنا غنكريوه ها فين كاين؟ والا كانوا عندنا بزاف ديال لي لوكو كنحددوهم، العنوان ديالهم كنحطوا لادريس ديالهم، شحال فيه من مترو، وليطا ديالو. ما معنى ليطا؟ يعني واش مصلوح مزيان ولا خاصو الصليح ولا بينو بين. وفي الاخير باش نختموا لا بريزونطاسيون ديال البروجي كنهضروا على لي برينسيبال ايتاب افنير، يعني الخطوات الاساسيه اللي جايه في هذا المشروع. مثلا بدينا هذا العام بثلاثه ديال المنتجات، العام الجاي غادي نبداو غنلونسيو جوج منتجات اخرين، غادي نخدموا في مدينه اخرى، غنوليو نديروا التصدير اكسيتيرا. مور فاش كنعملوا التعريف اولا لا بريزونطاسيون ديال البروجي كندوزو ليتود جوريديك. ليتود جوريديك هاد الشيء سي انكونتورنابل كيخصو يدار، يعني اشنا هو الاطار القانوني اللي غادي نخدمو به؟ واش غادي تكون عندنا اون ساغل اون اس ا ان ستاتيو اوتو انتربرونور الى غيره من لي ستاتيو جوريديك اللي كاينين. في ليتود جوريديك كنبداو بلا دات دو كرياسيون دو لونتربريز، امتى حنايا غادي ناسسو هاد الشركه، الى ما كانتش الشركه مؤسسه امتى حنا كنفكروا اننا نديروا ليها لا كرياسيون، واش من هنا 6 شهور ولا من هنا عام ولا غدا اكسيتيرا. كنتكلموا على لورغانيغرام، لورغانيغرام الناس اللي معانا والوظائف ديالهم. من غير لي مومبر ديال ليكيب اللي عاونونا في لا فونداسيون اولا الناس اللي اسسوا معنا المشروع، الا كانوا عندنا لي سالاري كنكتبوهم سميتو كنيتو واشنو كيخدم والتيب ديال الكونطرا، اش من كونطرا داير ليه، واش سي دي دي ولا سي دي اي ولا انابيك. كذلك كنتكلموا على لا فورم جوريديك دو لونتربريز، اشنو هو الاطار القانوني ديال هذه المقاوله هذه، كيف ما ذكرت واش اس ا ولا ساغل ولا اوتو انتربرونور. في الاخير كنتكلموا على لا ستركتور ديال لو كابيتال، راس المال كيفاش مقسم، واش 100% ديالو انا اللي جايبها اولا هذوك الناس اللي معايا في ليكيب كل واحد جايب واحد الطرف ديال الفلوس. الا كان كل واحد جايب شويه ديال الفلوس كنحط ها شحال كل واحد جاب وها النسبه المئويه وها شحال عندنا في راس المال في البدايه في لا كرياسيون.
من بعد كنتكلموا على ليفولوسيون بريفو ديال لو كابيتال، هذاك راس المال اللي بدينا به التطور ديالو من هنا عام ونص اولا عامين اولا ثلاث سنين، يعني واش غيتزاد راس المال، واش غادي نزيدو اخرين فلوس اخرين في راس المال، اولا غيبقى في اون ستاغناسيون، نفس لو كابيتال اللي بقى عندنا في لا كرياسيون هو اللي غادي يبقى من هنايا عامين ولا ثلاث سنين ولا الى غير ذلك. ليتود جوريديك عندها واحد الاهميه كذلك كبيره، حيت بها باش كنعرفوا كل ما يتعلق بالاطارات القانونيه وباللي هذه الشركه هذه شركه قانونيه ومقاوله اللي كتحترم جميع الشروط او لا غادي تحترمهم من القدام. دابا غندوزو لوحده من اهم الفقرات اللي هي لا استراتيجي ديال لونتربريز او لا استراتيجي الا كان عندها بزاف ديال الاستراتيجي. اول حاجه كنتكلموا عليها هي لو مارشي سيبل. علاش قلنا لو بيزنس موديل كانفا مهم؟ لو بيزنس موديل كانفا كنحددوا فيه النقط الاساسيه باش كنتفصلوا فيهم وكنتفرعوا فيهم وصل للبيزنس بلان. في لو بيزنس موديل كانفا كانت عندنا الخانه الاولى اللي عمرنا هي لي سيغمون كليون، وهنايا عندنا لو مارشي سيبل في لو بيزنس بلان. لو مارشي سيبل في لو بيزنس بلان كنتكلموا فيه اون جينيرال على الكليان ديالنا وكنبقاو غاديين وكنديتايو. مثلا حنا فين غادي نبداو؟ واش غادي نبيعو غير في مراكش اولا في المغرب اولا في لافريك اولا في العالم على حسب لو بروجي ديالنا. ثاني حاجه كنهضروا عليها في لو مارشي سيبل هما شكون هما الكليان ديالنا، واش غادي نبيعو غير للرجال اولا العيالات اولا الدراري اولا غيكون عندنا داكشي مخلط، شحال الفئه العمريه اللي كنستهدفوا. حيت يقدر يجي عندي واحد الشخص ويقول لك انا غنبيع لكلشي، الا قال لك شي واحد شي نهارات انا المشروع ديالي غنبيع المنتج ديالي لكلشي هذاك عرفو غير كيهضر، حيت ما يمكنش لك تبيع لكلشي، ضروري كيكون عندك ان مارشي سيبل بيان فيسلي. فاش كنحددوا الفئه العمريه وكنعرفوا هذوك الكليان ديالنا فين كاينين وشحال العدد ديالهم في كل بلاصه، كنعرفوا شحال العدد ديال الكليان عندنا، كنكونوا تحطينا في الصوره وعرفنا حنا كيفاش غادي نديروا الاشهار. مور فاش كنحددوا لو مارشي سيبل كندوزو لي غولاسيون كليون. بزاف ديال الناس طرحوا قال لك لا غولاسيون كليون كيفاش غادي نحافظوا على لي غولاسيون مع لو كليون. كي خصنا نعرفوا بلي لي غولاسيون كليون فيهم بزاف ديال الانواع، بزاف ديال لي تيب ديال لا غولاسيون كليون. اول تيب كاين عندنا لاسيستونس بيرسونيل. كيفاش لاسيستونس بيرسونيل؟ لاسيستونس بيرسونيل هي فاش انت كتحط واحد الشخص محدد اللي غادي يمشي ويبدا يجاوب على التساؤلات ديال الزبناء ديالك ويعطيهم المعلومات اللازمه ويتابع معاهم داك المنتج اللي خداو اولا داك لو سيرفيس الا كان عندهم شي تساؤل. ناخذ مثال على لاسيستونس بيرسونيل، هي مثلا فاش كتمشي للبنكه، فاش كتمشي وكتدخل للبنكه ديما كتلقى واحد الموظف ديال الاستقبال اللي كيستقبلك وكيعطيك المعلومات اللازمه ديال اللي كتطلبها منه واللي كتحتاجهم. هذه هي لاسيستونس بيرسونيل، وهذا لو تيب مشهور وكيخدموا به بزاف ديال لي كليون ديال لي زونتربريز. من بعد عندنا لاسيستونس ديدي. لاسيستونس ديدي طالعه في النيفو شويه على لاسيستونس بيرسونيل. علاش طالعه في النيفو؟ هاد لاسيستونس ديدي كتكون فقط لدوك الزبناء المهمين، بحال مثلا في البنكه نبقاو ديما في هاد ليكزامبل ديال البنكه. فاش كتمشي لا بنك كاينين بعض الكليان اللي كيكون عنده حاطين فلوس كثار في البنكه وما كيمشيوش يوقفوا مع الناس العاديين اللي كيجيو لي كليون العاديين ديال لا بنك، وانما عندهم واحد الجناح خاص ديالهم، عندهم موظف خاص بهم اللي كيعطيهم معلومات على حسب لو كا ديالهم واللي كيهتم بهم. لاسيستونس دي جي كتكون للزبناء المهمين في واحد المقاوله. لو سيلف سيرفيس لو تيب الثالث ديال لا ريلاسيون كليون هو لو سيلف سيرفيس. كيفاش سيلف سيرفيس؟ يعني خدمه ذاتيه. لو سيلف سيرفيس هي فاش انت كزبون كتمشي وكتقلب على المعلومه اللي خاصك بوحدك. بحالاش مثلا فاش كنحط كيكون عندي انا كشركه واحد لو سيت، كيبداو يدخلوا ليه الزبناء وكيبقاو يقلبوا على المعلومه اللي خاصهم في دوك الاسئله اللي انا حاط. اولا مثلا فاش كنمشيو لواحد لوتيل اولا لشي بلاصه وكنلقاو ديك الماشين اللي كتبيع لك القهوه، هذيك لا ماشين كتلوح فيها الفلوس وكتاخذ لو كافي ديالك اوتوماتيكمون، والا خصاتك شي معلومه راه كتلقاهم حاطين لك واحد لا بلاكيت اللي كتقراهم. كذلك عندنا لي كوميونيتي. كيفاش لي كوميونيتي؟ الا قدرتوا تمشيو بعض المره ودخلتوا لشي سيت كتلقاو واحد لا بارتي فيه اللي سميتها لو فوغام. هاد لو فوغام كتلقاو محطوط واحد السؤال والزبائن بيناتهم كيبقاو شي كيجاوب شي. مثلا انا حطيت باللي عافاكم ما عرفتش ناكتيفي هاد لوبسيون، وكيجي واحد الشخص زبون حتى هو اللي يعرف انه كيفاش ياكتيفي ديك لوبسيون
وكيجاوبني اولا ناس اخرين وكتبقى هذه القضيه هكاك يعني لا كوم لي كومينوتي هو واحد لواحد لومبلاسمون سوا فيرتوييل اولا غير اللي كيبقاو كل واحد كيحاول يعاون الشخص الاخر فهادو كلكو تيب لو تيب الاخراني اللي كاين هي لا كو كرياسيون كيفاش لا كو كرياسيون لا كو كرياسيون هي فاش كتخلي الكليان يحس بلي انه كيعاونك في تطوير هذيك المقاوله ديالك بحالاش فاش انت كتهز التليفون ديالك اولا كتصيفط له ايميل وكتقول له عافاك بغينا الراي ديالك واش عجبك المنتج اولا الخدمه ديالنا اولا اشنا هما الافكار اللي تقدر تعطينا باش نزيدو نديفلوبيو هذا المنتج اولا هذا المشروع فديك الساعات الكليان كيحس بلي انت كمقاوله كتهتم به وكتهتم بالراي ديالو وكيزيد يعرف بك ويقلب على ناس اخرين اللي يجيو يشريو من عندك هادو هما لي تيب اللي كاينين في لا ريلاسيون كليون بيهم كنكونو كلوتورينا لو مارشي سيبلي و لا بارتي ريلاسيون كليون مورا لو مارشي سيبل كندوزو ليتود كونكورونسيال اولا دراسه المنافسين ليتود بنشمارك اون جينيرال ليتود كونكورونسيال كنحطو فيها جوج ديال لي بارتي définir les concurrents ou définir les avantages concurrentiels tout simplement كان حددوا المنافسين اللي كاينين عندنا سواء في المدينه ديالنا اولا في البلاد ديالنا اولا الا كنا غادي نخدموا في الانترناسيونال نحددوا لي كونكورون انترناسيونال اللي كاينين فاش كنحطوا السميه ديالهم والبلاد فين كاينين اولا البلاصه فين كاينين كنحطوا لي بوين فور شنو هما نقاط القوه اللي عندهم ولي بوين ولي فيبلس نقاط الضعف مور فاش كنحطوا هاد ليتود هادي وكنعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف وفين كاينين كنهضروا على لي زافونتاج كونكورونسيال باش انا كنتميز عليهم شنو هما الحويجات اللي كيميزوني على لي كونكورون اللي كاينين عندي تري بيان مور فاش كنعملوا هاد لي زافونتاج كونكورونسيال كندوزو لو بري دو فونت اي لو كو دو ريفيان كنعملوا واحد طابلو ساهل فيه الثمن ديال المبيع بشحال انا كنبيع وبشحال داك لو برودوي كيطلع عليا بشحال كيطيح عليا وبشحال انا كنبيعو وكندير واحد الخانه ثالثه اللي هي شحال كيشط ليا في كل واحد لو بري دو فونت ناقص لو كو دو ريفيان باش نعرف شحال كيشط ليا في كل برودوي وخانه اخيره اللي هو لو بوزيسيونمون كيفاش لو بوزيسيونمون واش هاد لو برودوي اولا لو سيرفيس غيتباع ليا بزاف اولا غيتباع ليا غير بشويه اولا البوزيسيونمون ديالو مويان يقدر يتباع في واحد الفتره محدده وفتره اخرى ما يتباعش فاش كنحددوا لي بري دو فونت كندوزو لي كليون اكي يعني الكليان اللي انا فايت ليا بعث ليهم الا كنت ديجا خدمت الا ما كنتش خدمت هاد الفقره ماشي ضروريه الا كنت مقاوله اللي ديجا خدامه كيخصني نحط لي كليون اكي شكون هما الكليان اللي بعث ليهم ماشي ضروري انني نتفصل فيهم نقول ها الكليان فلان فلاني سميتو ها شحال خدم عندي وانما كنقول مثلا لي زونتربريز ها شحال شراو من عندي اون جينيرال لي زونتربريز كاملين اللي بعث ليهم لي انديفيديوال كاملين اللي بعث ليهم وكنحط واحد العدد محدد ديال لي كليون من بعد كندوزو لو بلان كوميرسيال يعني حنا كيفاش غادي نديرو حتى نعملو الاشهار هاد لو بلان كوميرسيال توجور كيفكرنا في لي كانو دو ديستريبيوسيون اللي تكلمنا عليهم لو بلان كوميرسيال كنهضروا فيه على لاكسيون كوميرسيال يعني حنا كيفاش غادي نديرو حتى نبيعو سور تيران توجور الله يخليكم فاش كنسمعوا لاكسيون كوميرسيال اولا لا استراتيجي كوميرسيال كيطيح في بالنا البيع سور تيران حنا كيفاش غنديرو حتى نبيعو للكليان سور تيران واش غتكون عندنا شي ماغازان واش غنعملو شي رود شو واش غيلقانا غنمشيو نعملو ليه لافونت في لي سوبر مارشي اكسيتيرا فيما يخص لا كومونيكاسيون لو فوكس سور لا كومونيكاسيون كنهضرو على لا بوبليسيتي اون لين يعني واش غادي حنا نديرو واحد لاباج فيسبوك واش غادي نديرو واحد لو سيت ديالنا اللي غادي نبقاو نديرو فيه الاشهار واش غنديرو لا بوبليسيتي في يوتيوب اكسيتيرا toujours le plan commercial qui est censé de deux juges des moyens de l'échange la publicité online et la publicité offline offline sur terrain online sur internet au final parce qu'on retient les stratégies de l'entreprise qu'on a droit à les objectifs commerciaux sur 3 ans ou là plus يعني اشنو هما الاهداف التسويقيه ديالي من هنا لثلاث سنين مثلا من هنا لثلاث سنين كيخصني انا نولي درت المغازه ديالي من هنا لثلاث سنين كيخصني نكون وصلت انني نبيع لواحد 2000 كليان يعني اهداف اللي انا كنحطهم لهذا المشروع واللي عارف انهم يقدروا يتخدموا به انني نقدر نوصل بهم في هذا المشروع هذا وعندي القدره الكافيه باش انني نوصلهم كاين بزاف ديال الناس الله يخليكم اللي كيسمعوا الاهداف ديال المشروع كيقول لك اسيدي انا غادي نمشي ومن هنا ثلاث سنين غادي نوصل نولي كنقاد ندير واحد الشيفر دافير ديال 50 مليار درهم اون دو اتغ رياليست كوميم
يعني فاش كنهضروا على لي زوبجيكتيف كوميرسيو كيخصنا نحطوا دي زوبجيكتيف اللي حنا قادرين وعارفين ومتاكدين اننا نقدروا نوصلوا ليهم. هذا فيما يخص لي استراتيجي. فاش كنهضروا على لا استراتيجي كندوزو لي مويان دو ديبار، يعني اشنو هما الحويجات اللي خاصيني باش نبدا. كيف ما سبق ليا وذكرت في البدايه لو بيزنس موديل كيعاوننا باش اننا نتفتحوا ونبقاو نتفرعوا في لو بيزنس بلان. لي مويان دو ديبار في لو بيزنس موديل كانفا هما لي ريسورس، وكيف ما قلنا لي مويان كيتقسموا لدي مويان تكنيك، دي مويان هومان و دي مويان فينانسي. لي مويان تكنيك اشنو فيهم؟ لي انفستيسمون كوربوريل اي انكوربوريل دو ديبار. كيفاش لي انفستيسمون كوربوريل اي انكوربوريل؟ لي انفستيسمون كوربوريل يعني داك الحويجات الملموسه اللي غنشريهم الموسم، و انكوربوريل بحال شي لوجيسيال لو سيت شي بروفي اولا براءه اختراع. في لي مويان تكنيك كنحط واحد الطابلو، كندير واحد الطابلو واللي كنهضر فيه مثلا خاصني ماشين اكس، واحد لا ماشين اكس غادي نشريها ب 5 مليون، خاصني اورديناتور غنشريه ب 5000 درهم، خاصني ان لوجيسيال غنشريه ب 3000 درهم. لي مويان تكنيك كنديروا الطابلو وكنحطوا فيه اشنو هو لو مويان اللي خاصنا وهاد شحال غيطيح علينا، وفي الاخير كنديروا لو توتال باش كنشوفوا شحال ديال الفلوس غيخصنا في لي مويان تكنيك. من بعد كندوزو لي مويان هومان، لي مويان هومان اولا الموارد البشريه. اشنو هما لي بروفيل نيسيسير اللي خاصني في لو ديماراج؟ الا كان معايا واحد فريق العمل وكنا دايرين لي بروفيل ولكن خاصنا شي بروفيل اخر كنتكلموا عليه، كنقولوا راه خاصنا باش نبداو خاصنا واحد ديزاينر اولا باش نبداو خاصنا واحد ديفلوبر اولا خاصنا لي زوفريي، وكنكتبوا قدام كل بروفيل شحال العدد ديال شحال العدد ديال الناس اللي خاصنا فيه وشحال غادي نخلصوهم. فلي توجور فلي مويان هومان كنجيو لا بارتي الثانيه، مثلا فلو ديبار خاصنا 5 لي بروفيل، كنجيو عاوتاني وكنديروا في لا فان ديال العام الاول في الاخر في النهايه ديال العام الاول واش غادي خصنا نزيدوا معنا ناس اخرين، حيت الانتاجيه غاديه وكتكبر يعني خاصك دي مويان هومان غادي حتى هما كيكثروا، وكنبقاو غاديين سنويا شحال ديال الناس غيتزادوا معنا واش من بروفيل. وفي الاخير كنتكلموا على لي مويان فينانسي، لي مويان فينانسي اللي هما لي فينانسمون نيسيسير الفليسات الكافيه اللي خاصينكم باش تقادوا هذا المشروع. هذا كتكتبوا باللي مثلا خاصنا واحد المليون ديال الدرهم ديال الاستثمار باش نبداو هذا المشروع اولا شحال خاصكم، وكذلك كنهضروا على هذا المليون ديال الدرهم كيفاش غادي نجيو كيفاش غنديروا حتى نجيبوها. مثلا انا من جيبي غادي نحط 10 المليون، البنك غتعطيني 20 مليون، الدراري اللي دخلوا معايا للمشروع غيحطوا لي 5 المليون، والباقي غنشوفوا شي مستثمر. مور فاش كنتكلموا على لي مويان دو ديبار وكنديتايوهم كندوزو لي زيليمون فينانسي. لي زيليمون فينانسي داكشي اللي ذكرناه كيخصنا نترجموه للارقام. هاد لي زيليمون فينانسي اشنو فيهم؟ فيهم لو شيفر دافير بريفيزيونيل، لي كو دو برودكسيون، لي شارج دو بيرسونيل، لو سي بي سي و لو بلان دو فينانسمون. باش يكون باش نفهموا هاد لي زيليمون فينانسي غنبارطاجي واحد لو دوكيومون، غندير لو بارطاج ديال واحد لو دوكيومون بيه باش غادي نخدموا هاد لا بارتي التاليه. اسمحوا لي très bien. Donc ها هو هذا الدوكيومون كيبان لكم الله يخليكم هذا الدوكيومون هذا. très bien je pense كيبان. donc كيف ما قلنا في لو بيزنس بلان في لا بارتي ديال لي زاليمون فينانسيير كنهضروا على لو شيفر دافير بريفيزيونيل. كيفاش كنديروا حتى كنخدموا هاد لو شيفر دافير بريفيزيونيل؟ كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنحطوا ديما كنجيو كنحطوا لو برودوي اللي كنبيعوا اولا لو سيرفيس، شحال ديال لي برودوي عندنا اولا شحال ديال لي سيرفيس، برودوي 1 2 3 اكسيتيرا، كنليستيو لي برودوي اولا لي سيرفيس اللي كنبيعوا، كنعملوا لو بري دو فونت ديالهم بشحال حنا كنبيعوهم، كذلك كنهضروا على لا كونتيتي. كاين بزاف ديال الناس اللي غايجيو يقول لك كيفاش غادي ندير تنحدد لا كونتيتي اللي غادي نبيع كل شهر. هذا الشيء راجع لكم نتوما حيت هضرتوا على لي مويان،
قلتو غنشريو واحد الماكينه. هذه الماكينه كيخصنا نعرفوا شحال غادي تنتج لينا الا كانوا عندنا لي برودوي. الا كانوا لي سيرفيس عندكم واحد فريق عمل كيخصكم تعرفوا شحال ديال الناس شحال ديال لي سيرفيس اللي تقدروا نتوما تخرجوا. هذا الشيء كامل راجع ليكم وعلى المعرفه ديالكم بالمشروع. كنعملوا لا كونتيتي. واحد القضيه اللي خصنا نديروا باش لا كونتيتي تجي مقاده كيخصنا توجور نحطوا في بالنا كاوبجيكتيف اولا كهدف نخرجوا للزيرو ستوك في الاخر ديال الشهر ما يبقى لينا والو في الستوك. هذا كيخصو يتحط كهدف وديك الساعات نتوما تقدروا تمشيو وتقاتلوا وتخدموا على الهدف ديالكم. كنحطوا توجور لا كونتيتي باغ اكزومبل لا برودوي واحد غيتباع منه 100 برودوي جوج غتباع 50 برودوي ثلاثه تباع 20 وكنحطوا لو بري دو فونت اوتوماتيكمون كنشدوا لو بري دو فونت كنضربوا في لا كونتيتي كيعطينا لو شيفر دافير كل شهر وكنبقاو غاديين هكا كل شهر كنحاولوا نزيدوا وفي الاخير كتعطانا لو شيفر دافير انويال او رقم المعاملات السنوي في العام الاول العام الثاني والعام الثالث. توجور لو بيزنس بلان لو مينيموم ديال الوقت هو 3 ديال السنين. مور فاش كنقادو الشيفر دافير بريفيزيونيل كندوزو لي زاشا. ديزولي لو دوكيومون غادي خصنا نعاودو نحبسو. Très bien, donc nous rejouons la présentation d'Inno. Qui peut mettre maintenant le business plan ou la partie financière, quand on a fait le chiffre d'affaires. Quand on a le chiffre d'affaires, mais le bête, quand on a le mot là, les achats, les mouchetariats. Donc les produits libanais. البرودوي اللي بعنا شحال طاحوا علينا ولا بشحال كيطيحوا علينا. جو بونس كو جي سي ان بروبليم تكنيك داكشي علاش ما باقيش بغا يبارطاجي ليا داك لو دوكيومون مي بون اون فوا اسي تروفي ان سوليوشن. كاين ان بروبليم تكنيك في لا بلاتفورم ما باقيش باغي يبارطاجي لي داك لو دوكيومون الاخر توجور كيتبلوكا مي نكملو. كيف ما شفنا في داك لو دوكيومون اولا في داك لو طابلو ديال لو شيفر دافير هضرنا على كيفاش غادي نحسبوه. دابا غادي نتكلمو على لي كو دو برودكسيون. لي كو دو برودكسيون تكلمنا شهريا شحال لا كونتيتي اللي غادي نبيعو في كل منتج. فهداك لو طابلو الاولاني قلنا الثمن ديال البيع شحال غنبيعو داك المنتج باش نحسبو لو شيفر دافير. غادي نبدلو واحد الحاجه داك لو طابلو كامل اللي هي بشحال كيطيح علينا لو برودوي لو كو دو ريفيان. ما غاديش نحطو لو بري دو فونت وانما غنحطو لو كو دو ريفيان وغادي نضربو لو كو دو ريفيان في لا كونتيتي اللي حنايا كنصنعو كل شهر باش يعطينا لي كو دو برودكسيون شهريا وسنويا ونعرفو شحال كيشط لينا في لا مارج. مور فاش كنهضروا على لي كو دو برودكسيون كنجيو لي شارج دو بيرسونيل. سبق لينا في البيزنس بلان اننا حددنا وتكلمنا على ليفيكتيف اللي غادي يكون خدام معنا. هضرنا على شحال ديال الناس اللي كاينين معنا حاليا. هذوك الناس اللي هضرنا عليهم كنشدوا العدد ديالهم وكنحطوا لهم لو سالير مونسيوال شحال السالير ديال كل واحد فيهم وكنضربوه في 12 باش نعرفوا سنويا شحال غادي نخلصوا هذوك الناس وكنعرفوا كذلك شهريا شحال لا ماس سالاريال الشهريه ديال الناس اللي خدامين معنا. مور فاش كنحددوا هذا الشيء كامل كندوزو لو سي بي سي لو كونط دي برودوي اي شارج. مع كامل الاسف كنت نبغي نوري لكم هنايا في هذا لو دوكيومون ولكن تبلوك ان هذا الشيء هذا تبلوك هذا الدوكيومون سي با. اللي غادي نقول لكم هو هذاك لو سي بي سي غادي نصيفطو لكم غنصيفطو للسي جمال تقدروا تواصلوا معاه وهو ديك الساعه غيعطيه لكم.
نتكلموا على لو سي بي سي اون جينيرال. لو سي بي سي هو واحد لوتي اللي كيعاوننا باش اننا نعرفوا لا رونتابيليتي ديال هاد لونتربريز هادي ونعرفوا شحال لا مارج نيت ديال لو ريفينو. كيفاش؟ سي تان تابلو اللي كيتقسم لجوج ديال الجوايح. لا بارتي الاولانيه فيها اولا الجهه الاولى كنحطوا فيها لا شارج اولا البرودوي، وفي الجهه الثانيه كنترجموا داكشي للفلوس. اول حاجه كنبداو بها هي لو شيفر دافير. في الفوق كاع كنحطوا لو شيفر دافير وكنكتبوا بالارقام شحال ديال لو شيفر دافير دخلنا. لا بارتي الثانيه كنحطوا لي زاشا، هذوك لي زاشا اللي حطينا وكنحطوهم حتى هما بالارقام، وكنديروا باش نعرفوا لا مارج بروت اللي غادي تبقى عندنا اللي هي اللي غنخلصوا منها الناس اللي خدامين معنا ولي زوتر شارج. لا مارج بروت كنشدوا لو شيفر دافير وكنقصوا منه لي زاشا. فاش كنعملوا شيفر دافير ناقص لي زاشا كتكون عندنا لا مارج بروت، وديك الساعات كنبداو نحطوا في لي شارج اللي كاينين عندنا اللي هما الكرا الماء والضو لي سالير لي شارج سوسيال لا سي ان اس اس لامو اكسيتيرا لي فورنيتور دو بيرو الماتيريال اكسيتيرا كاع دوك الحويجات اللي كيخصونا الترونسبور لي زونوغ ديال الفيدوسيير كاع لي شارج اللي كاين عند واحد لونتربريز كنسيتيو هذوك لي شارج ديالها. وفي الاخر كيكون عندنا لو توتال ديال لي فري جينيرو. هذاك لو توتال ديال لي فري جينيرو كنشدوه وكنشدو ديك لا مارج بروت اللي بقات لينا اللي كيفما قلت لي هي الشيخ دافير ناقص لي زاشا، كنشدو لا مارج بروت وكنقصو منها لو توتال ديال لي فري جينيرو باش كتبقى لينا لا مارج نيت. فاش كتبقى لينا لا مارج نيت بها باش كنعرفوا شحال ديال الضريبه غادي نخلصوا. اون فوا كنعملوا الضريبه ديالنا كنشوفوا شحال غادي نخلصوا في الجاز، واش 10% 20% اولا 31%، كنقصوها من لا مارج نيت باش كتبقى لينا لو ريفينو نيت ديال لونتربريز. اي فينالمون كنهضر على لو بلان دو فينانسمون. لو بلان دو فينانسمون سي ان تابلو اللي كيكونوا فيه لي بيزوان و لي ريسورس. لي بيزوان هما لي بيزوان دانفستيسمون، كيف ما قلنا واحد المشروع محدد خاصنا ليه مليون ديال الدرهم. هاد المليون ديال الدرهم في الجهه الاولانيه كنحطوا ها فين غادي تمشي، مثلا الصليح ديال المحل غيدي لينا القد والقد، غنشريو الارض غتدي لينا القد والقد، لي ماشين اللي غادي نشريو لو فون دو رولمون اولا راس المال العامل اولا الفلوس اللي انت ماشي تصير منهم او كور ديال لاكتيفيتي ديالك اكسيتيرا. وفي في لا بارتي الثانيه ديال لو بلان دو فينانسمون اللي هي لي ريسورس كنهضروا على دوك الفلوس كيفاش حنا غادي نديروا حتى نجيبوهم، مثلا ابور بيرسونيل غنجيب الفلوس واحد الطرف من جيبي، الباقي من البنكه، الباقي من لي انفستيسور. توجور كيخص يكون عندنا واحد ليكيليبر، يعني قد داكشي اللي كيخصنا في لي بوزوان قد داكشي اللي كاين عندنا في لي ريسورس. فاش كنتكلموا على لا بارتي ولا لي زيليمون فينانسيي كندوزو لي فاكتور ريسك. لي فاكتور ريسك هما شنو هما المخاطر اللي غادي يواجهونا في هذا المشروع هذا فاش نكونوا كنخدموه. اي مشروع دار انما والا كيكونوا عنده واحد المخاطر اللي كيكونوا قدامه، يعني كنحطوا هذوك المخاطر كنسيتيوهم كنجلسوا مع راسنا وكنقولوا انا مثلا الا بجيت اشنو هما المخاطر اللي غادي نواجه. مثلا ما غاديش نلقى الكفاءات اللازمه، ما غاديش الناس يقدروا ما يتقبلوش المنتج ديالي، الثمن يقدر يكون غالي. فاش كنحد هذوك لي ريسك لي فاكتور ريسك اللي كاينين كنهضر على لي كونسيكونس. مثلا قلت انا ما غاديش نلقى الكفاءات، الا ما لقيتش الكفاءات كيفاش هذا الشيء غادي ياثر على المشروع ديالي؟ كيفاش هذوك لي ريسك ماشي ياثروا على المشروع ديالي؟ هادو هما لي كونسيكونس. وفي الاخير كنحطوا لو بلان بي، اشنا هي الخطه البديله الا ما لقيتش دوك الكفاءات اللازمه؟ شنو غادي ندير؟ واش غادي نشوف باغ اكزومبل دي فريلانسر على برا اللي يقدروا يجيو ياخذوا من عندي اكسيتيرا. ديما كيخصنا نحطوا في ان بيزنس لو بلان ا اي لو بلان بي. الا ما صدقاتش هادي غادي تصدق لينا هادي. فينالمون كيبقاو لينا لي زانكس. كيما قلت لي زانكس اشنو هما هاد لي زانكس اللي كيخصنا نرفقوا مع لو بيزنس بلان باش يكون عندنا ونختموا ان بيزنس بلان تري افيكاس. لي زانكس يقدروا يكونوا عندنا لي سي في، لو سي في ديالي اولا لي سي في ديال لي فونداتور اللي كاينين معايا اولا لي مومبر ديال ليكيب. كذلك كنحطوا في لي زانكس ليتود، الا كنا درنا شي ايتود اخرى شي بنش ماركينغ اخرى ولا شي حاجه كنحطوها، اولا الا كاينه شي حاجه تكلمات عليها الصحافه شي مقاله صحفيه كتعاوننا باش اننا نقويو داك لو بيزنس بلان ديالنا حتى هي فعلاش لا ما نحطوهاش وتكون باغمي لي زانكس.
بهذا الشيء هذا وبهذه الفقرات كلهم اللي تكلمنا عليهم كنكونوا ختمنا لو بيزنس بلان ديالنا وحطينا ان دوكيومون تري فور اللي قد انه يجاوب لي انفستيسور لي بانكي واكثر من هذا الشيء كنكونوا حنا تعرفنا مزيان على المشروع ديالنا وعرفنا النقاط الاساسيه نقاط القوه ونقاط الضعف اللي كاين عندنا في هذا المشروع غادي نفتحوا الباب ديال لي كاستيون ولكن قبل ما نفتحوا الباب ديال لي كاستيون نبغي نذكر الناس اللي حاضرين معنا باللي هذا لو سيمينار راه كاينه فيه اون اتيستاسيون تقدروا تكونتاكتيو السي جمال على قبلها كذلك كاين واحد الكتاب اللي هو لو غيد دو لونتربرينور اللي خدمنا عليه اللي كيهضر بصوره شامله على بزاف ديال الحويجات واللي هو واحد لو غيد براتيك لاي شخص باغي يبدا المشروع ديالو غادي تلقاو فيه لي فورم جوريديك شنو هما لي فورم جوريديك ديال المقاولات في المغرب بيان ديتايي غادي تلقاو فيه كيفاش تحطوا فكره ديال المشروع غتهضروا كيتكلم كذلك على الدوين بيزنس تعريف ديال المقاوله والمقاول الذاتي والاطارات القانونيه لو بيزنس بلان لو بيزنس موديل كانفا وحتى الوسائل التمويليه ديال المشروع فهو واحد الدوكيومون اللي مهم بزاف الناس اللي باغيين يطلعوا عليه واللي مهتمين يقدروا يكونتاكتيو السي جمال اذا بسم الله نفتحوا الباب ديال لي كاستيون للناس اللي عندهم دي كاستيون في تو سكي بيزنس بلان مرحبا بلي كاستيون ديالكم كاين شي سؤال الاخوان الله يجازيكم بخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله استاذ المهدي لاباس عليك الله يطول عمرك مولاي الله يبارك فيك وشكرا على لا بريزونطاسيون ديالك تبارك الله ما عندي ما نقول وشكرا سي جمال وشكرا للحضور الوغ سي مهدي عندي عندي كيلكو كيستيون ولا كيلكو اكليرسيسمون اسافوار كنتي هضرتي في لاسار المينيموم قلتي هو 10000 ايوا جو بونس ما عرفتش انا على حسب المعلومات اللي عندي هو المينيموم ممكن نبداو بزيرو ديغام ونيفو دي لي ستاتيو ممكن نديرو حتى 5000 درهم هادشي اللي كانت في راسي مكرهش السي مهدي وضحنا المساله هادي وحاجه الثانيه هي هو السي مهدي كتسمعني كنسمعك السي الحسن حيت سول صراحه ديال دي جوريس شحال هذاك على حسب هادشي هذا كان قال لي راه ممكن كانوا قالوا لنا راه ممكن تبداو بزيرو درهم ونيفو التوب ستاتيو غير هي كتعطينا اللي كتعطي الانطباع على ان السيد ماشي جدي الا درنا زيرو ديغام في ستاتيو ماشي هي هذيك داكشي علاش انت فضلتي نديرو 10000 درهم واش غير هي تزيد بار لوا ولا لا تري بيان لا دوزيام رمارك السي مهدي هادشي كله اللي قلتي ديال البيزنس بلان كنشوف بحالو في دراسه الجدوى اللي هي ليتود دو فيزابيليتي غير الا السي مهدي يقدر يوضح لنا شي شويه لا ديفيرونس واش كاين شي ديفيرونس انت هاد لي هاد جوج الحوايج دراسه الجدوى اللي هي بيزنس دي فيزابيلتي مع البيزنس بلان داك شكرا مرحبا دونك لا بروميير دي شوز غادي نبدا بالسؤال الاول ديال لو كابيتال ديال لاسار انا فاش تكلمت تما قلت لكم بلي راه في لي ستاتيو تقدروا تعملوا 10000 درهم ولكن في الاصل تقدروا تبداو بصفر درهم ماشي كيف ما كان في الاول قبل ما يدير واحد المجموعه ديال لي موديفيكاسيون كانت خاصك ضروري تجيب لاتيستاسيون دو بلوكاج من البنكه فيها 100000 درهم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه ديال علاش قلت بالضبط في المينيموم اللي خاصو يدار في لي ستاتيو هو 10000 ديال الدرهم كيف ما ذكرتي الا انت درتي زيرو درهم واش كاين شي واحد اللي غادي يجيو يتعامل معاك لا لونتربريز ديالك فيها لو كابيتال ديالها زيرو درهم كتبان باللي راك راه باقي ما كايناش ديك لا ماتوريتي باللي سي جوست ان اماتور كي فو ترافايي كي فو كريي اون انتربريز ان كابيتال دو زيرو درهم مي سانسيرمون هاد القضيه ديال لو كابيتال ميم في لو ستاتيو تكون زيرو درهم صراحه ما فراسيش هاد القضيه ديال دير صفر درهم في لو ستاتيو حيت انا ديرنييرمون جي كريي اون انتربريز راه غير في شهر 12 ou le minimum leader قلت له فيديوسير سي كوا لو مينيموم مي ما دي سي 10000 درهم هاد القضيه ديال لو كابيتال تكون فيها 0 درهم صراحه عمرني شفتها عند شي انتربريز في ليتود دو فيزابيليتي قلت لي بلي لو بيزنس بلان كيتشابه مع ليتود دو فيزابيليتي اكزاكتومون لو بيزنس بلان راه هو واحد ليكستنسيون ديال ديك ليتود دو فيزابيليتي لو بيزنس بلان مفصل اكثر من ليتود دو فيزابيليتي كنتكلموا فيه على لي ريسك كنهضروا فيه على ليتود جوريديك كنتكلموا فيه على لي استراتيجي ديال لونتربريز وهاد الحويجات البعض منهم كيتواجد في ليتود دو فيزابيليتي ولكن البعض الاخر ما كيتواجدش حيت ليتود دو فيزابيليتي كنديروا فيه كنشوفوا فيها وكنعرفوا بها واش هاد المشروع هذا
ou le montage de l'Iradindir, est-ce qu'il sera faisable sur le marché? C'est tout. Par contre, le business plan, quand on a droit à en plus de détails, quand je vois le produit ou le service Diana sera faisable sur le marché, quand je vois les besoins Diana pour développer l'entreprise Hadi, quand on a l'étude de faisabilité, toujours qui connaît un court terme. Le business plan, là, c'est un long terme. Je connais des entreprises, l'idée du business plan Diana, mais là, je suis là. Un a personnellement le business plan de l'entreprise d'Ali, d'ailleurs là je vais dire le signe. D'accord, c'est un plan qui est déroulé ça y est, qui se avec le temps. Et plus que ça, le business plan qui prend un document qui se rigole avec le temps. Si j'ai fait l'entreprise, je dois switcher le business plan. Si j'ai fait le temps, il y a un rigole avec le business plan. Donc, comme je dis toujours, le business plan ne sera mufsala l'étude de faisabilité. D'autres questions là, il y a ou là, si le Hassan Baqi, عندك شي تدخل لا شكرا سي مهدي لا شكرا الله يجزاك بخير عندي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ما عرفت واش باقي سي الحسن بغى يهضر عندي عندي واحد لا بيتيت كيستيون اللي هي سي مهدي كنت هضرتي على لي ان دي اش او نيفو دي بارتنير ديال لونتربريز أيوه. دابا سي مهدي عندك شي فكره واش كاين دي تيب ديال دي زونتربريز اللي هما عندهم هاد لو دروا يستافدوا من لي ان دي اش ولا لي طاكيت كاتسيبلي صافو دير مثلا واحد لو دومين اللي هو بغاوي بغا يشجعوه كيعطيو لي دي سيفونسيون ولا اي واحد دار لي تيب ديالو يقدر يستافد من سيفونسيون هاد القضيه فريمون واحد هي مهمه بعض المرات لي ان دي اش سواء كدير دي سيفونسيون en général le جميع حاملي المشاريع او لا في بعض الحالات كدير داك القطاع اللي هي باغا تدعم مثلا الفلاحه ولا الصناعه التقليديه في هاد الاواخر غير قبل من هاد الازمه ديال الكوفيد 19 غير قبل منها كانت لي ان دي اش مورا فاش لونسا داك البرنامج ديال الانطلاقه لونسات حتى هي واحد البرنامج ديال السوبفونسيون كتعطيك اون سوبفونسيون وصل حتى ل 100000 درهم يكفي ان يكون عندك تكون حامل ديال واحد المشروع ويكون المشروع ديالك عنده آفاق باش ينجح كان تقدر تعطيك 100000 درهم سوبفونسيون اللي كتشكل 60% ديال لو بروغرام دانفستيسمون ديالك ابار لي فينانسمون لي ديال الصراحه بعض المرات كتورغانيزي دي فورماسيون بور لي بورتور دو بروجي وكيف ما ذكرتي فسواء كتعطي دي سوبفونسيون في بعض الحالات لكاع لي تيب ديال لي بروجي اولا كتشوف الناس اللي هي اولا لي دومين اللي هي باغي تدعم وصراحه ما كاينش غير لي ان دي اش في لي بارتنير استراتيجيك ديال لونتربريز في الفينانسمون راه ماشي غير لي ان دي اش بوحدها كاين حتى لا سي سي جي اللي هي لا كاس سنترال دو غارونتي صندوق الضمان المركزي راه كيضمنوك في لي كريدي اولا هما براسهم كيعطوك دي بري دونور بري دونور يعني كريدي ب 0% ديال لي زانتيغي سواء في برنامج انوفا انفيست اولا برنامج مواكبه سي مهدي نعم سي حسن وقيل خديت حصة الأسد في الأسئلة اليوم اسمح لي بزاف ما كان حساش مشكلة خضر حسن غيكون سيغنو هاد الصندوق الضمان المركزي اللي قلت سي مهدي كنا تلاقينا مع واحد لو ريسبونسابل ريجيونال قال لنا بأن هما ما كيعطيوش دي سيفونسيون فلوس ميم كيعطيو تيديرو دي فورماسيون والمواكبة شتي اللي كاين اللي في راسي انا إلا كان شي حاجة جديدة فيدنا بها سي مهدي عافاك لا ماشي ما كيديروش هما غير لي فورماسيون إنما كيعطيو حتى الفلوس أنا نقول لك كيفاش لا ديغنييغ فوا ما عرفتش واش كنتي حضرتي معنا ولا لا في السيمينار ديال الفينونسمون حضرتي معنا ولا لا سي الحسن وي وي كنت سي مهدي كنت كنت تكلمت على واحد الجمعية اللي سميتها غيزون أونتربروندر هاد غيزون أونتربروندر هي واحد الجمعية اللي كتعمل لك المواكبة سواء في لو بيزنس بلان أو لا كلشي وهي كتفاليدي لك لو دوسي ديالك باش تبينيفيسي من لا سي سي جي La CCG كتعطي دي بري دونور باغ اكزومبل في انوفا انفيست وكتعطي ميم دي سوبفونسيون في انوفا انفيست ناخذ توجور ليكزومبل ديال انوفا انفيست اللي هو واحد لو باك داير على لا CCG انوفا انفيست كينقسم لجوج فيه انوفا ايديا و انوفا ستارت انوفا ايديا هي كتعطيك لا CCG واحد لا سوبفونسيون ديال 100000 درهم باش ديفلوبي ليدي ديال لو بروجي ديالك انوفا ستارت كيعطيك كريدي بري دونور 0% ديال لي زانتيغي با دو غارونتي ني ريان ديال 250000 درهم للشخص في حدود 500000 درهم الا كنتو جروب هذا الكريدي هذا كيخصك جوست دوز من وحده من المنظمات اللي هما لابيليزي
من لا سي سي جي ما كاينش غير اونتربروندر بوحدها وانما كاينين بزاف كاين مثلا كلاستر مينارا كاين لا فاكتوري دي زونتربريز كاين اسباس بدايه كاين بزاف صراحه اللي كيلابيليزو كيخصك جوست تكون بروجي اغريي من هذيك لورغانيزم وتيك ساعات لا سي سي جي اللي كتعطيك الفلوس شكرا سي مهدي شكرا وتقدر خد سي الحسن اللوسيز ديال لا سي سي جي كتب سي سي جي انوف انفيست سي سي جي انوف انفيست وطلع مع راسك على هادشي كامل اللي قلت لك الله يجازيك بخير وتا سي مهدي شكرا مرحبا سي ابراهيم كنظن عندك شي سؤال أيه السلام عليكم سي المهدي السلام عليكم سي جمال شكرا بزاف على هذا الموضوع واخا ما دخلت شويه بكري ولكن عندي شويه مجموعه ديال الافكار في هذا المجال غير بغيت نشوف شي شويه لي فاكتور دي ريسك لي فاكتور ريسك يعني بزاف اننا كل واحد كيبغي يدير واحد المشروع في تتغلب عليه ديك الفكره ديال التطبيق اللي بالنوبات كتدفعوا ليها انه راه لو شوماج وتيبغي يدير سون بيان ايتوديي تو لونتوراج ديال لي بروبليم اللي هما يقدروا يعرقلوا ليه السير او اللي يحصل في ان بروبليم ديال ان كريدي ويوصل بزاف ديال الاشياء دونك هاد البروبليم دي ريسك مثلا منه بحال دابا المشكل ديال دابا هاد الجائحه ديال كورونا اللي بزاف تاع حد مضرب ليها حسبه وهي وقعات بزاف ديال الناس اللي كانوا يستفدوا منها خاص هاد الناس يكونوا يستافدوا منها هذاك كنشوف بلا داك لو شون داك الانترفال ديال لي ريسك يعني اللي هنايا الى vous avez on parlé زعما بلي دون فاصون اللي هي ليميتي بزاف ملي هذيك الشوفه اللي تنشوف لينيير بزاف كنشوف ديك الشوفه لينيير ماشي شويه تري فاست ولا تري الارجي دون لو شون ديالي فيزويل باش نعرف اشنو هما لي بروبليم واخا ما يكونش عندهم علاقه بيا ولكن راه عندهم علاقه بذاك المشتري اللي غادي يشري من عندي وعندي هذاك اذا غير الا كان ممكن انك مثلا تحاول توضع لنا بزاف الصوره للناس اللي كيطيحوا بزاف في هذا البروبليم اش اللي خصهم يشوفوا بزاف اش خصهم يديروا باش واحد الا بغى يقبل على واحد المشروع اللي بغى يقبل على واحد المشروع راه هو تيدير انكاجمون عنده الناس عنده خص يديروا وما عنده فلوس عنده البنك عنده هادي عنده هادي يعني ما يخلطش الواحد بزاف ونزينوا ليه لو شون ديالو نزينوا ليه الطريق وفي النهايه انه يحصل في مشاكل اللي تقدر لا قدر الله يحصل فيها هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليك سي ابراهيم كنشكرك على لا كيسيون ديالك فريمون سي اون كيسيون تري امبورطون لا بروميير دو شوز مع كامل الاسف ما دخلتيش معنا لا فورماسيون من الاول على هذه القضيه ديال لي ريسك في الديبيو ديال لا فورماسيون قلت لجميع الاخوان اللي حاضرين اننا كاملين فاش كنحطوا واحد الفكره ديال المشروع كنقولوا المشروع ديالنا هو احسن حاجه المشروع ديالنا ما عندناش حنا لي ريسك ولكن فاش كنطيحوا في لو مارشي كنلقاو دي فري ريسك فاش كنطيحوا في لو مارشي كان ديك الساعات عاد كنعرفوا لي ريسك اللي كاينين هادشي باش مزيان لو بيزنس بلان وكذلك عطيت دي ريزون بعض الاسباب اللي كتخلي لو بيزنس بلان يكون ان دوكيومون انكونتورنابل من بين هاد الاسباب يل بيرميت دونتيسيبي لي ريسك اي لي مناس هاد الشيء هذا تذكر في البدايه ديال لا فورماسيون في الاخر ديال السيمينار ذكرنا لي فاكتور دو ريسك لي فاكتور ريسك اللي كاينين وكيف ما ذكرت في الشرح ديالو هذه غادي نعاود هاد لا بارتي ماشي مشكل كاينين عندنا دي ريسك انترن ودي ريسك اكسترن بحالاش هاد لي ريسك انترن ولا لي ريسك اكسترن نشوفوا لي ريسك انترن باغ اكزومبل الكفاءات ما يقدروش يكونوا الكفاءات اللازمه لانجاح واحد المشروع ما يقدروش يكونوا في لي ريسك انترن ما يقدر فكم لي طلب شي ميكرو يحس الله يطول عمركم كيف ما قلنا يقدروا الكفاءات اللازمه لانجاح واحد المشروع ما يكونوش يقدروا الفلوس ما يكونوش الفلوس اللي خاصنا حنايا بوغ ديفلوبي داك لاكتيفيتي ما كايناش وكذلك يقدروا يكونوا دي فاكتور اولا دي ريسك اكسترن مثلا شي دومين اللي ما فيهش لا كونكورونس في لو ناسيونال يقدروا يجيو لي كونكورون مولتي ناسيونال ويت امبلونطاو في داك لو مارشي لي فاكتور اكسترن يقدروا يكونوا دي ديسيزيون غوفرنمونتال اللي ما يتماشاوش مع لا فيزيون ديال داك المشروع اولا يخرج شي قانون اللي كيحبسنا في هذاك المشروع كذلك هضرنا على كيفاش هذوك لي ريسك كيخصنا نحطوا توت اون بارتي اللي اشنو هما هذوك لي ريسك كيفاش غادي ياثروا على المشروع ديالنا اشنو هما لي كونسيكونس ديال هذوك لي ريسك على المشروع
Nous devrons toujours savoir que chaque risque qui connaît des conséquences, on a donc les conséquences et finalement quand on a un plan B, le plan B, les quand on a donc les risques qui sont les mêmes ou les autres, par exemple des exemples les mêmes, nous avons donc les risques qui fait que nous allons dire et ça nous refait d'amour. Quand il y a des autres les mêmes d'une façon très linéaire, mais en fait, on aimerait dire une journée qu'on a dit que le projet, how many risks les autres qu'on a donc how many les comment vous allez gérer les conséquences ou comment vous allez faire face aux risques. Mais par contre, je donne toujours donc les idées globales à développer. Un séminaire limité de 2 ou 3 heures, on ne peut pas le faire. Mais toujours, on a dit les séminaires, les idées générales, ou dès que ça, on a dit que vous avez fait des risques. On a dit que vous avez fait des risques. On a dit que vous avez fait des risques. On a dit que vous avez fait des risques. On a dit que vous avez fait des risques. J'espère bien qu'on joue à la question de Ibrahim. Il a pas qu'un petit peu de choses. وي تبارك الله عليك ما عندي نقول غير قال لك كيف قلتي نعاود سميتو غير شاك كل مشروع راه تيكون تيبان ليه دي بروبر لي هو دي بروبر ريسك يعني من طبيعه الحال انه غير قلت انا الا نجبدو من الجعبه ديالك انت شويه مع الاكسبيريونس والناس اللي كتشوف بزاف قدامك حنا بغينا دابا لي شوز اللي تحط لينا بزاف اللي هما دابخي الاكسبيريونس يعني طبعا انا اسمح لي بغيت تقول لي كانت عندي وحده اللي انا ما كنتش قاعد داير في بالهم وجاو عندي على هذا البروبليم كانوا عندي هادو اللي جاوا واحد البروبليم عمرنا ما فكرنا فيه يعني هذا دونك الا كانوا بزاف لي زيكسبيريونس سميتو تيكون البروجي بزاف ناجح باسكو اون بو جامي اونتوري اش بغى يجي لقدام واش بغى يجي من مشكل اش بغى يجي وهذا واش يكون من مشكل ولكن او موان كي قلتي لي غروند لين غادي انت اللي بغيتي زعما تحاول تخرجهم لينا تقول لينا طريقا من التجربه ديالك انت لا كانوا التجربه شكرا بزاف دونك كان جوست في الاول ان مال اونتوندو جيماجين ديال لا كيسيون ديالكم انا غادي نعطيك دابا جو في بارطاجي افيك فو لي ريسك اللي كاينين عندي في لونتربريز ديالي انا وغادي نعطيكم غنقراهم لكم لو بيزنس بلان ديالنا Par exemple, pour les principaux facteurs de risque, on a comme l'activité de l'entreprise. Nous, la société Elite Gardens Corporation, qui a des vases avec un système d'auto-irrigation. Nous avons des vases sans avoir besoin d'une alimentation électrique. Les vases sont des céramiques. Nous avons des vases avec une alimentation électrique. Pour les facteurs de risque externes, حيت لي ريسك توجور كينقسموا للانترن والاكسترن الانترن وسط الشركه الاكسترن لونطوراج ديالك ما عندناش حنايا لا كونكورونس في لو ناسيونال ما عندناش ان اكتور ناسيونال كيفا لا برودكسيون ديال هاد لو تيب ديال لي فاز لو ريسك اكسترن اللي كاين عندنا هو لامبلونطاسيون ديال لي كونكورون ولكن حنايا كاينين شي 6 شركات في الانترناسيونال اللي كيقدوا كيعملوا تقريبا الميم اكتيفيتي ولكن هما كيخدموا بالبلاستيك Le risque externe est l'implantation des concurrents multinationales dans le Maroc et l'Afrique, qui est un marché vierge. Le concurrent multinational, Rasmalou Tbarkallah, il est un marché vierge. Il peut y avoir des gens qui ont besoin de l'Afrique, mais il y a des choses qui sont très importantes. Il peut y avoir des concurrents. Pour les facteurs de risque interne, sincèrement, nous avons des risques internes. Au sein de l'entreprise, nous n'avons aucun risque interne. Mais il y a des objectifs à atteindre pour faire face aux risques externes. Nous avons des objectifs internes pour les travailler et les développer pour les faire face aux risques externes. Les facteurs de risque externe, quelles sont les conséquences que nous avons عندنا لا بروميير دي شوز لا ديمينيسيون ديال لو شيفر دافير لو شيفر دافير اوتوماتيكمون ديال الى دخل ان كونكورون لو شيفر دافير ديالنا غادي ينزل وعندنا نو زالون با تيتر كابابل بور رياليزي دوك لي زوبجيكتيف بريفو هادوك الاهداف اللي حطينا من هنا 3 سنين اولا من هنا 5 سنين ما غاديش حنا نقدروا باش نوصلوا ليهم دابا بقى لينا لو بلان بي ما غاديش الى جانا ان كونكورون غدو ونبقاو مربعين يدينا بيان سور نو زافون ان بلان بي تري تري افيكاس لا بروميير دي شوز نو زالون اوغمونتي لو بودجي ديال لا كومونيكاسيون
غادي نرفعو في البيوجي ديال لا كومونيكاسيون ديالنا ونبداو نديرو اشهارات اكثر باش الناس يتعرفوا علينا اكثر. لو بلان ماركتينغ ديالنا غادي نزيدو نطوروه، ما باقيش غادي نبقاو مثلا حنا محبوسين غير الناس ديال المويان ستاندينغ اولا لي زونتربريز، حتى الناس ديال ليكونوميك نديرو ليهم دي برودوي اللي يناسبوهم بداك الثمن المناسب ليهم. غادي نغونفورسيو لو بوزيسيونمون ديالنا في لي سالون دي زيكسبوزيسيون، المعارض دوك المعارض اللي كيكونوا لي سالون دي زيكسبوزيسيون سو سون اون اوبورتونيتي بور نو، يعني حنايا غادي نحاولوا اننا نرفعوا من داك لو طو ديال لو بوزيسيونمون ديالنا وداك الحضور ديالنا في هذوك لي سالون دي زيكسبوزيسيون باش نعرفوا بلا مارك ديالنا. عندنا كذلك باش حيت هادشي كامل اللي ذكرناه في لو بلان بي كيخصو فلوس ولا تريزوري تقدر ما تحملوش، يعني غنعملوا لا كرياسيون ديال توت ان ديبارتمون اللي غتكون فيه لا ريشيرش ديال لي ديفيرون سوبفونسيون اي دوناسيون اي ميم بري دونور. اي فينالمون بور فير فاس او ريسك غادي نعملوا لا ديفيرسيفيكاسيون ديال لي برودوي ديالنا، يعني غادي نزيدو نوسعوا من لا غام ديال لي برودوي، كان عندنا ثلاثه ديال لي برودوي غنرجعوهم سته، وبهذا غادي نقدروا نكونوا نو زالون اونتيتر كابابل بور فير فاس او ريسك ان شاء الله. J'aime bien, Inch'Allah, ou j'espère qu'on partage avec vous l'expérience de comment faire face au risque qui m'a demandé Sibrahim. Sibrahim, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je ne sais pas, je vous remercie pour les informations. Je vous remercie pour les informations. Merci, Sibrahim. D'autres questions, les frères, Allah, vous كاين شي سؤال اخر عفاكم من طرف الاخوان؟ غير سي مهدي ما حد مازال ما هضرت حتى شي واحد ونطوندو الى باقي شويه ديال الوقت غير او نيفو ادمينستراتيف زعما او نيفو ديال لي بابي او نيفو ديال ستاتي او نيفو ديال سميتو كيفاش يمكن مثلا الواحد ما يكونش واحد ان جوغ يلقى راسو محصور بان ستاتي اللي لي ما لقاش ما كانش داير فيه شي حاجه اللي هي بغا يخدمها ولقى راسو هو داخل فيها وهي غونطابل ولا العكس اولا حبساتو شي حويجات مثلا دارتهم الدوله ولا شي حاجه لي دوكيمون او نيفو دي دوكيمون ادمينستراتيف. دونك قبل من لي دوكيمون ادمينستراتيف باش كيف ما ذكرت واحد النقطه جد جميله هي باش ما تحبسوش الدوله اولا هذا كيخصنا حنا قبل ما نمشيو نخدموا في واحد لاكتيفيتي نديروا ابحاث ديالنا قبل، وهذا الشيء علاش لايق لو بيزنس بلان ان فيت اون جينيرال. كاين عندنا ليتود جوريديك، في ليتود جوريديك كيخصنا نقلبوا ونبحثوا ديك لاكتيفيتي واش ما غتحبسهاش لينا الدوله اولا ما كاينش برنامج باش انهم يعملوا شي قانون اللي غادي يقيدنا وغادي يحبسنا صراحه باش اننا نديروا لاكتيفيتي ديالنا على اكمل وجه. نقطه اخرى في توسكي ادمنستراتيف لو شوا ديال لا فورم جوريديك، اختيار الصيغه القانونيه هو حاجه مهمه صراحه، حاجه مهمه وعندها واحد الاهميه. حاليا الناس باش كيخدموا عندنا جوج صيغ قانونيه اللي هما المقاوله اولا المقاول الذاتي. الا كان شي واحد انا شخصيا اشنو اللي كنقترح على مجموعه من الشباب اللي كيدوزوا عندنا لاجونس دو كونساي اشنو كنقترح ليهم؟ الا كنت انت لاكتيفيتي ديالك لاقي بليها باللي كاينه في المقاول الذاتي فمن الاحسن لك انك تبدا بالاطار ديال المقاول الذاتي اللي ما فيهش ضرائب كثار اللي ما فيهش تعقيدات بحال لا صار الا قرنا المقاول الذاتي ولا صار غنلقاو باللي كاين واحد المجموعه من التعقيدات بيناتهم. كنفضل انهم يبداو بالاطار ديال المقاول الذاتي وباش ما هما كيرفعوا في لاكتيفيتي ديالهم كيديفلوبيوها ديك الساعات يدوزوا لاصال اللي خصها حتى هي واحد الشغل كثير وكيخصها الواحد يكون مسالي ليها وموجد ليها المسائل. سي الحسن شي تدخل؟ عندي واحد الاضافه سي مهدي. مرحبا. الاضافه الاستاذ اللي قبل مني يمكن طرح شي حاجه على او نيفو ادمنستراتيف غير ممكن ممكن نزيدوا شي حاجه على حسب التجربه ديالي هو انه اي حاجه كاينه في الستاتور ممكن تبدلها صافو دير مثلا درتي مثلا لا برودكسيون ديال لي بلانت ولا درتي شي حاجه ولا جو سي با اي حاجه من بعد بان لك واحد لاكتيفيتي واحده اخرى اللي هي غونطابل راه ممكن تزيدها ولكن غير جوست ان بي في كدير ان بي في كيسنيو لي ستاتي لي زاسوسيي
اللي هو سوغا انغوجيستري او نيفو د لادمينستراسيون جينيرال دي زامبو وكتحط لو بي في او نيفو د تريبونال دو كوميرس وصافي وكدير كنمشي لا سينيسيس باش يكون اجور لاكتيفيتي جديده وسيتو ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف ولا كثير عندك لاكتيفيتي شي اكتيفيتي بتبدل باكتيفيتي ولا شي اكتيفيتي ما بغيتهاش بغيتي تسبريميها راه ممكن او نيفو ادمينستراتيف وحاجه اخرى اللي هي داك لو انتربرونور فيه بعض فيه دي كونترينت ان سافوار مثلا لو انتربرونور كنلقاوه دوك لي فاكتور اللي كيعطي اكزونيري او نيفو د لا تي في هو قليل الناس بحال لي سوسيتي ما يتعاملوش معاك لان هما كيحتاج شي واحد اللي يعطي لا فاكتور باش يستافد من لا ريكوبيراسيون او نيفو د لا تي في اكزاكتومون خدمتي مع لي بيرسون فيزيك ممكن ولكن لي سوسيتي سورتو لي مارشي ولا لي بون دو كوموند صعيب باش يزعموا عليك لان يقول لك انا خصني ريكوبيري لا تي في وانت كما كديرش لا تي في اون فيت اسمح لي سي حسين هذه القضيه ديال ريكوبيراسيون ديال لا تي في الناس اللي ما كيبغيوش يخدموا مع لي زوتو انتربرونور جو بونس كو كتهضر انت على لي بي ام او ولا من غير لي بي ام او كتهضر على لي ام او لي موين انتربريز ولا بارفوا لي بيتي انتربريز ولكن لي تي بي او les très petites entreprises ou fache qu'il y a une marchandise li exonéré من la TVA راه كيمشي ياخذها بواحد السرعه كبيره كذلك واحد النقطه صراحه عشره بزاف ديال لي جون اللي كنت خدمت معاهم فاش كنقولوا بهذه القضيه ديال لا ريكوبيراسيون ديال لا TVA ما كتكونش في راسهم دونك راه عندنا une très très grande tranche li ما عارفينش هذه القضيه ديال لا ريكوبيراسيون ديال لا TVA toujours qui mchou kiqlbou ychriou dakchi fi noir donc il est préférable lihom bach annahom ymchiou yaqdou min 'and un auto entrepreneur ou kiqlbouha noqta mziana lihom baqiya chi question okhra min 'and l'ikhwan Allah yakhlikom qbel ma nkhatmou seminar dialna السلام عليكم سي مهدي عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم سي مهدي السلام عليكم الاخوان الكرام كلكم معك سالم بومكات صراحه في هذه اللحظه هذه اللي دخلت لان كنعتذر لما دخلناش بكري ما ساعدتناش الظروف اننا ندخلوا بكري المهم التدخل اللي هو شكر وتقدير مهدي شكر وتقدير لمؤسسة جاه انفورماتيك وخصوصا للمدعم ديال مؤسسة جاه وتنحييكم على هذه المبادرة الطيبة وهذه المبادرة القيمة وهذا هو التدخل اللي كاين عندي وشكرا والسلام عليكم كنشكروك حتى حنا بدورنا سي سالم على هذه البادره الطيبه وكذلك على الحضور ديال الاخوان كاملين اللي حضروا معنا اليوم لهذا السيمينار شكرا بزاف الاخوان بقى شي مداخله من طرفكم الله يجازيكم بخير قبل ما نختموا دونك فاطمة زهرة الدالي جو بونس فاطمة زهرة عندها شي تدخل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بغيت نسول على لا ستركتور كو اسمح لي والله ما سمعتك لا ستركتور لا ستركتور دو بالنسبه للستركتور كيفاش تحسبي لا ستركتور دو كو في البيزنس موديل ما عرفتش واش غير انا بوحدي اللي عندي هاد لو بروبليم مي جاريف با فوز انتوندر فاطمة زهرة ما كنسمعكش نهائيا الا ما كنتيش تقدري تقولها لنا كتبيها عافاك في لا كونفرساسيون اي كوم سا نقراها ونجاوبك على لا كيسيون صح حنا ما تنسمعوهاش مزيان تقطع عندها الصوت كلشي حاولي تكتبيها عافاك في لا كونفرساسيون كتبيها لينا في ميساج في لا كونفرساسيون اي كوم سا نقراها ونجاوبك على لا كيسيون ما قدرتش نكتبها تيقول لي اكسس ما عندكش لاكسي واخا عاودي قلنا لك لا كيسيون ديالك سي بالام اه
فاطمة زهراء عافاك تقدري تعاودي تقولي لا كيسيون ديالك عافاك باش نجاوبك عليها ناخذوها كاخر كيسيون malheureusement un problème de connexion ناخذو شي كيسيون اخرى باش نختمو مين فاطمة زهراء ما قدرتش تعطي لا كيسيون ديالها سيمدي الو سيمدي هي مرحبا سي الحسن واخا عيقت لي شي شويه اليوم غير واحد الاضافه مرحبا سي الحسن الله يلا مرحبا واحد الاضافه كنت بغيت نزيدها وصراحه نسيتها عاد تفكرتها اللي هو غير الاخوان اللي ما مهتمين باللوطو اونتربرونور راه داك لوطو اللي قال سي مهدي ديال ليغ اللي هو 1% مثلا على حسب كاين 0.5 كاين 1% راه كنخلصوا على الشيفر دافي رياليزي سافو دير داك رياليزي اونكيسي كنخلصوا على الشيفر دافي اللي تخلصنا فيه يعني الا بعتي شي حاجه وما تخلصيش فيها راه ما كتخلص عليها لي زامبو كتخلص غير على الشيفر دافي اللي هو تخلصتي فيه Ça marche donc, je pense à Tchil et Kain Yuma, Inch'Allah, donc les questions de Kainin. Quand je crois que vous avez dit 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 que les attestations. En fait, les attestations ou le guide de l'auto-entrepreneur, vous pouvez contacter aussi Jamel pour les personnes qui seront intéressées, Inch'Allah. ونتمنى نعاودوا نتلاقاو جميع في دوطخ سيمينار سواء اون لين ولا فاش تفوت هاد كوفيد 19 السلام عليكم غير اسمح لي استاذ مهدي مع فاطمه زهراء تواصلت معايا قالت لي هي عندها مشكل د كونيكسيون سولاتك على لا ستركتور دو كو بور اون ابليكاسيون هذا هو السؤال ديالها Très bien, la structure de coût pour une application. Il y a normalement les coûts liés à des coûts pour une application. La première des choses, les coûts liés à le développement de l'application. Nous, quand on a une application, qui ressemble à un développeur, ou une agence, normalement les radis à deux lignes dès que l'application. Hadi de un. Tani chose à l'application, on a la maintenance. Quand on a une application, ماشي غنصوبوها اليوم وغنلوحوها في Google Play ونساوها. À chaque fois qu'elle s'est prête à la maintenance, là tu comptes bugger, tu comptes serveur de la tâche, ou là il y a d'autres problèmes, ou là tu comptes hackers, ou là d'autres problèmes liés au développement des applications mobiles. Structure tenta, l'équipe de l'application, il y a la publicité. Pour permettre une publicité d'une application, qui ressemble à un certain budget publicitaire, les réunions de l'annonce le maximum possible des utilisateurs ou les réunions et le téléchargement de l'application. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter M. Jamel, Radin Khalil ou le document, et comme ça, vous pouvez le demander, vous regardez comme le document, faire un modèle, un business plan d'une application mobile. Ou bien, vous pouvez le faire. Très bien, donc il a marqué ses questions. Si elle a fait le micro, il va y avoir des questions. Salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Je me dis qu'il y a des bichères, mais c'est l'aïk. Allah, il faut la marque, si elle a l'aïk, bâk fik. Je vais dire que le khalit al-khir, je vais vous dire que c'est le hiwar. Rapidement, on a dit que vous avez fait le coup de sarah ou chouïa. Donc, on a dit que c'est un conseil. Donc, c'est la question que j'ai à l'Ibrahim ou l'Ikhwan Kamlin. هو بالنسبة لا فورم اللي بغى يدير شي فورماسيون مثلا قبل ما يفكر يدير ان بيزنس بلان انا من رايي انه بنادم يدير واحد الفورماسيون جوريديك لانه لا بلوبارت الناس هاد لي جون ديال دابا ولا لي اونتربرونور لا بروميير كيسيون اللي تيسولني عليها ما تيسولوش هما اسكو لو برودوي فا ايتغ فوندو سور لو مارشي ولا لا اول حاجه تيسول على لي زامبو مع العلم انه لي زامبو عندهم دي زافونتاج كاين دي زافونتاج فيسكو والكلام اللي قال السي حسن قبيله كنا تتكلم على لا تي في وداك الشيء راه كاين دي زافونتاج راه كاين برودوي اللي هما اكزونيري ممكن تشري مثلا ماتيريال افيك اكزونيراسيون حيت دابا شحال من واحد كتقولي لا تي في تيتخلعي كتقولي لا تي في كاين لا بلوبار ديال الناس اللي كيجيو كيسوغون بلوكي جوست بهاد المشكل ديال لي زامبو تقولي كتقولي تي في كتقولي الياس كتقولي ليير كتقولي شحال من حاجه تيتخلع فهمتيني ياسر مهدي دونك انا كنفضل ان تكون انفورماسيون جوريديك قبل ما انسان يتلونسا في لا كرياسيون ديال اونتربريز يعرف بانه لونتربريز جوريديكمون لا فورم جوريديك
On va dire la forme juridique, les personnes physiques, personnes morales, auto-entrepreneurs, et les avantages de la personne. Capital, c'est une traduction de le nombre d'actions fois le montant les ouais. Quand tu parles de la qualité, ben on a parlé de 10 dirhams, tu peux prendre chacun chez action, 10 dirhams pour le social, 100 dirhams pour le SA. Donc automatiquement le capital c'est l'action. On se voit d'abord nous y casser le dividende de la société, on dirait que nous y avons 0 dirhams. N'arrive pas à mettre le capital, le bénéfice qui est dans le capital. فهمتيني دونك ضروري يكون ان مينيموم او نيفو دو كابيتال دونك هادي غابيدمون غير واحد المداخله بسيطه دونك رجعت توجور فيغ اون فورماسيون جوريديك وعفا افيك اون ماريو شويه بين فورماسيون كوميرسيال قضيه لي ريسك لي قال ابراهيم الوغ لي ريسك اون بو با لي كونترولي باسكو يا با ما دو ريسك كاين لي ريسك فينانسيي كاين لي ريسك اللي هما انترن كي تكلمت عليهم كاين دي ريسك اكسترن كاين لي ريسك لي سون ليو بروجي ربما كاين شحال من واحد كيبغي كيحصل مثلا في ان بروجي مثلا وابري كومونس ا ريفليشير ولا رياجير او نيفو دو شانجمون دو سون اكتيفيتي بعد المساله او نيفو جوريديك راه سي تري سامبل كي قال سي حسن سي جوست افيك ان بي في افيك ان بيتي شانجمون رابيد يعني خاص الدراري ولا لي فيتور انتربرونور ما خصهمش يتخلعوا او نيفو جوريديك لان تو سكي جوريديك عنده الحل ديالو ولكن فو سو كونسونتري بلو بريسيزامون سور 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 لو تيران راه تكلمت على هذه القضيه ديال سور لو تيران ولو بيزنس بلان يدوا يتخ بيان في داكور ماشي انا ما كنتكلمش على نيتي دو فيزابيليتي كنقدر قدر ما تنتكلم على البيزنس بلان لان كي قلتي قبيلات وانا جو سوي كومبليتمون داكور او نيفو ديال بان البيزنس بلان سي اون اكستنسيون ديال تي دو فيزابيليتي لان سي بلو ديتايي وحتى في البيزنس بلان جو بو كون ميم جو بو كونساكري واحد اون بارتي بور pour parler un peu des risques là les risques comment je peux pas les même qu'il y a ou maquinage des risques les moins linéaires hein maquinage des risques linéaires là toute la société ou la structure diala toute l'entreprise ou la taille diala toute l'entreprise ou le chiffre d'affaires diala toute l'entreprise وعندها عندها لي ريسك ديالها بروبر يعني هذاك الشيء علاش خصها تكون تري بون جيستيون ديال لو ديبي وتكون اون جيستيون اللي هي فوندي سور لي سور دي برينسيپ لي هما غيال ويكونوا بيان ايتيدي ا لون تيرم لا ا كور تيرم ميم بور فار فاس ا دي ريسك لي هما كو نورمالمون كي بوف نورمالمون سي كريي او فور ا ميزور سوا مع بحال هذا المشكل اللي وقع ديال كوفيد 19 ولا بحال يقدروا يوقع لا قدر الله دي غي دوت ريسك ما كاين كي قلت لكم ما يمكنش يكون ان ريسك راه الا مشارك غير ان كليون راه سي ريسك يمشي لك غير ان كليون راه كتكون بعض المرات معول على ان كليون عندك اربعه الناس ولا خمسه ديال الكليون خدام معاهم مزيان الا مشى لك غير واحد فيهم راه سان غون ريسك هذاك يقدر يخلق لك غير ان كونكورون بحالك بحالو ولا يقدر يكون قل منك ينقص الثمن هو ذلك لو كليون ديالك دونك لي ريسك اون بو با لي كونترولي لي ريسك تو سامبلومون فوا اتر فيجيلون افيك لي ريسك تو سامبلومون بور فير فاس كنتمنى تكون المداخله ديالي مفيده للاخوان واخا دخلت شويه معطل ونتمنى ان شاء الله نتلاقى في دوتر سيمانه كاين بليزيور شوز افوار كنتمنى تكون المداخله مفيده ان شاء الله وشكرا السي مهدي على السي عدنان كنشكرك بزاف على المداخله ديالك فريمون كنت شي مهمين دونك كوم نو افون ديجا مونسيوني في لا فورماسيون ان بيزنس بلان سي ان دوكيمون تري تري امبورطون بور ريوسير فوتر انتربريز Et c'est pour cela que nous avons déjà fait ce séminaire aujourd'hui. Concernant le séminaire juridique, je pense qu'il y a des gens qui ont vous pouvez collaborer avec si jamais le contact, lui contacter en fait, formation. Je serai la première personne à s'inscrire en fait. Et on vous remercie tous. Je pense que c'est si jamais le chef. Merci. شكرا سي المهدي شكرا لحضور كريم شكرا الناس اللي دخلوا عطاونا اسئله اللي في المستوى نتمنى الله تكونوا استفدتوا كنشكركم بزاف بالنسبه كما قال لكم سي المهدي راه كاين واحد الكتيب اللي صايبو سي المهدي اون كولابوراسيون مع ليكول جاه داكوغ راه اللي حاطوا راه الاشارات للجميع اللي كان محتاج ليه هذا الكتيب تيتواصل معايا في البريفي وراه بالنسبه لهاد لي سيمينار راه كنتمنهم دي زاتيستاسيون داكور ولكن لي زاتيستاسيون ماشي للعموم كيفاش يستافد من الشخص اللي كان انتريسي يتواصل معايا في البريفي بار تيليفون ولا فيا واتساب داكور وراه كاين واحد دوكيمونطاسيون ولا ان سيبور دو كور على هاد لو سيمينار هذا داكور دونك 3 شوز اللي كاينين حاليا
اللي كان بغاهم ولا يتواصل معنا في الخاص داكوغ. كنشكركم بزاف وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عواشركم مبروكه والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لكم جميعا. ميرسي بوكو. الله يجازيكم بخير. الله يعاونكم. شكرا شكرا اساتذه الكرام. شكرا 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 اساتذه.